اه لو 5 دقايق كده بالظبط يكون الناس كلها شافت اللينك ونبدأ على طول ان شاء الله. مفيش مشاكل اه 8 يا باشا، و10، 8 و10 نبدأ، ندي دقيقتين بس كده للزملاء و قبل ما الناس تدخل على البوست الناس او يبقى في مقدمة وكده، يبقى الناس برضو خدت وقتها يعني. مظبوط. هو ما شاء الله في اقبال قوي جدا ما شاء الله، حبايبك كتير يا دكتور محمد. حبيبي يا دكتور محمد، ما شاء الله الناس بتحب الجراحة، مش حبايبي بس يعني، الناس ما شاء الله الجراحة جزء شيق وجميل قوي يعني، يستاهل ان أكيد احنا فعلا نتعب ونتعلمه كويس. إن شاء الله تكون محاضرة كويسة إن شاء الله يعني. هو برضو لسه يعني أنا بفكر نعمل فيديو دكتور محمد عشان الناس الجديدة تعرف إن دايما لازم نعمل جوين أوديو، لأن دي كلمتنا اللي إحنا معرفش إن في ناس سمعانا المفروض بتعمل جوين أوديو، فالصوت بيظهر يعني ما فيهاش مشكلة خالص يعني. فاللي ما عندوش صوت أعتقد الصوت واضح يا شباب، ولا في مشكلة في الصوت؟ ممكن نسألهم على اكتبولنا في الشات بقى. الشات، اكتبولنا في الشات يا شباب. تمام عنده خلاص الصوت تمام خلاص، يبقى احنا بس 8 و10 نبدأ ان شاء الله. تمام، نأكد عليهم بس اللي مش سامع الصوت يعمل جوين اوديو بس يقدر انا كتبت لهم على الشات اهو، لان عشان انا شايف ناس لسه برضو بتكتب ان هي مش سامعة حاجة. مش هيسمعونا لو هم مش سامعيننا، مش هيسمعوا كلامنا، فكتبت لهم على الشات. هنكتب لهم برضو على التليجرام وعلى الواتساب انا مع ممكن اكتب البوستات على برضو، الشاشة يبقى نفسها، انا اكتب لهم على الشاشة برضو نفسها. ممكن. اه او تمام دكتور محمد انت دخلت بالاي دي؟ دكتور حد جرب الاي دي؟ في ناس بعتالي على البيج بيقولوا ان الاي دي في مشكلة. هو الاي دي فعلا علق معايا، فدخلت من اللينك عادي، ف لا انا ما دخلت من مشكلة اللينك. برضه يعني غلط ولا ايه؟ هو مش اه غلط بس تصدق، ما اعرفش بيعلق منين. اه لا في رقم غلط، كويس احنا خدنا بالنا. طب استنى دقيقة كده بس عقبال ما ابعت ماشي الاي دي التاني. 4 5 9 5. هو اللينك دخل على طول يعني ما فيهوش مشكلة. 4 5 7 1. اه انا عدلته كده تمام تقريبا، كان فعلا في ناس معايا في مشكلة. خلاص احنا ممكن نبدأ يا دكتور محمد، ويعني برضو على بال اللي هيجي يجي يعني مفيش مشكلة. طيب تمام. هو محاضرة الأسئلة دكتور حضرتك محمد حابب تاخدها في المحاضرة يا دكتورة، ولا حاببها بعد المحاضرة، ولا ايه؟ يعني كل حوالي نص ساعة كده ممكن نعمل بوز صغير على حسب ما نخلص جزئية معينة ونسمع أسئلة. أنا مش ممكن ما أقدرش أقرأ أتابع الشات بصراحة لأنه سريع وكتير، فنبقى مع بعض كلنا إحنا بقى سوا في الشات الكتابة، واللي هيسأل بالمايك يبقى مرحب بيه برضو طبعا يعني. يعني تفضل كل نص ساعة اللي عنده سؤال تقريبا يكتبه او على جنبه ويسأله. كل اه ما نخلص بالظبط جزئية صغيرة ممكن نتكلم بالظبط، فيها يعني. حلو جدا حلو جدا، شيء جميل. تمام ماشي يا باشا، اتفضل يا باشا. تمام طيب. خلاص نتوكل على الله. الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بتشرف إن أنا بكون موجود معاكم النهاردة في المحاضرة تبع الجمعية الجميلة أوي في أو تي، وأعضائها الجمال دكتور محمد نبيل ودكتور محمد أشرف، الناس المجتهدة اللي عملت بصراحة شغل كبير جدا في النقابة، ما فيش حد مش ملاحظه يعني في الفترة الأخيرة دي من ساعة ما مسكوا والله في النقابة بدأ الشغل التكنولوجي يبان في الشباب اللي بيتعمل يعني. ندخل على طول في الموضوع بتاعنا. هو عبارة عن تمهيد يعني، احنا السيشن اللي هي البيزك سيرجيكال سكيلز دي هي ما هي إلا تمهيد وتهيئة لكل طبيب بيطري مهتم بالمجال ان هو يبتدي يتهيأ يبقى جراح. يعني مش هنقعد نتعلم جراحة لان هو اصلا ده شيء مستحيل ان هو يحصل في الاونلاين كده،
بس مش حتى لو احنا قدام بعض وموجودين في مكان، احنا مستحيل هنبتدي جراحة قبل ما نبتدي نتهيأ التهيئة اللي احنا للأسف ما تهيئناهاش قبل كده، تهيئة نفسية وتهيئة ذهنية وعلمية، يعني ان انا اكون جاهز ومستعد بكل ما املك من علم وخبرة وادوات ان انا ابقى جراح كويس. الموضوع مش مجرد احفظ العملية او اشوف العملية بتتعمل ازاي فانا بقيت جراح، حفظت عملية 2 3 20 الف عملية، لو انا ما خدتش البيزكس دي والاتيتيود ان انا اكون جراح في الاساس انا مش هبقى ناجح. ممكن ابقى بعرف اعمل العمليات بس انا مش جراح، او يعني بيني وبين نفسي انا عارف ان انا مش الجراح اللي هو يقدر يتعامل مع حاجة ادفانسد بعد كده، حاجة ما لسه ما شافهاش او حاجة ما اتعلمهاش قبل كده. علشان كده احنا سميناه الكورس ده البيزك اسمه The Art of Surgery، علشان هو فن اكتر ما هو علم، يعني اكتر ما هو خبرة وعمليات معينة. هتلاحظوا هنا يعتبر مش هنعمل العمليات او مش هنتكلم في عمليات in details الا الحاجات الاساسية الرئيسية اللي هتساعدني اكمل عمليات كتير. يعني احنا هناخد الحاجات اللي بتتعمل في كل عملية او في بعض العمليات مش العملية نفسها، هنفهمهم وهنعرف الموضوع بالظبط. مبدئيا لازم نبقى فاهمين ان الجراحة عموما بتخلي الإنسان المفروض يكون عنده قدرة على الحكم بتزيد طبعا مع الوقت وبيتعلم الخبرة دي، بتخليه إمتى يدخل العملية وإمتى ما يدخلش العملية، ودي من دكتور لدكتور بتختلف، ممكن يبقى اتنين مع بعض ونختلف، أنا عايز أدخل العملية دي دلوقتي ورأيي إن شايف إن العملية دي تتدخل دلوقتي، وفي دكتور تاني ممكن يكون رأيه مش كده بناء على معطياته وحاجات كتير قوي. تعالوا نعرف ايه الفروق دي. بس اولا لازم نعرف القاعدة العامة اللي بتقول ان the good surgeon knows how to operate، اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيها، ان الدكتور والجراح الكويس هو اللي عارف ازاي يعمل العملية، هو اللي خلاص حضر وتعلم وتدرب ومارس وكان assistant لغاية لما بقى بيعملها العملية الفلانية، عملية سبي، عملية كاستريشن، عملية overhysterectomy، عملية تصليح كسر في الحتة الفلانية، عارف العملية دي بتتعمل ازاي فهو good surgeon. لكن الأهم من دي هو ان the better surgeon knows when to operate، الدكتور الأشطر هو اللي عارف امتى الوقت المناسب اللي لازم تتعمل فيه العملية، مش مجرد عامل العملية ويلا ندخل نعملها ونلاقي الحالة باظت او الحالة مش مستعدة، سواء بقى حاجة تخص النورمال vitals والoverall health بتاعت الحالة ان هي ممكن ما تستحملش جراحة دلوقتي او حاجة معينة، او ان العملية دي لو اتعملت دلوقتي مش هتنجح، ممكن لو استنينا يوم او اتنين يبقى نجاحها احسن، او ممكن طالما احنا اتأخرنا يبقى نجاحها راح مننا. زي ايه مثلا؟ زي في الكسور مثلا، عملية كسور الحوض، كسور الاليو كوكزيال او المنطقة حتى بتاعت الاسكيال ارش، لما بتتكسر بتعمل دي ونروينج في البلفيك كانال، لو انا اتاخرت عليها من اسبوع لعشر ايام بيبتدي يحصل كلس اللي هو عمليه التكلس بتاعه العظم نفسه ان هو يحاول يلتئم، وبيبتدي يزيد الضيق في المنطقه دي وبيكون انسجه كتير جدا بتضيع الاناتومي مظبوط. المنطقة دي حيوية جدا، بيظهر فيها أوردة وشرايين كتير جدا مهمة، موجود فيها السياتيك نيرف، لما بيحصل الكلس بيبتدي يتغطى في وسط الستركتشرز دي، وبالتالي لما نيجي نعمل العملية ونحاول نعدل ونشيل الكلس ممكن نعمل permanent damage لفاسكولار سبلاي أو للنيرفس سبلاي. فدي مثلا من الحاجات اللي ما ينفعش، لو جالي حالة كسر ومش عنيف قوي وعدى عليه اسبوع، عدى عليه 10 ايام في البلفيك اريا، يبقى انا المفروض ما مديش ايدي واعمل العمليه بتاعته خالص، دي انا عارف انها ما تعملش. لو انا لقيت نفسي في اول يوم او في تاني يوم في اول الحاله اول ما بتحصل، ده وقت مناسب جدا يبقى ده الدكتور الشاطر هو اللي عارف وين تو اوبريت. الاهم من دي بقى ذا بيست سيرجن اللي عارف وين نوت تو اوبريت، اللي احنا لسه قلنا عليها دلوقتي، لو جات لي دلوقتي الحاله وهي فايت عليها 10 15 يوم انا عارف ان انا مستحيل اعملها، لان انا ممكن اكون داخل اصلح كسر متسبب في عرج بسيط اللي هو بنقول عليه مايلد ليمنس،
اتسبب في الاخر لباراليسز او بيرمننت دامج في الطرف ده، فيبقى انا ما صلحتش حاجه، بالعكس ده انا بوظت كل حاجه، وبوظت اسمي وبوظت سمعتي وبوظت الحاله، وهي ملهاش ذنب ان هي تتاذي بالاذى ده بسبب الخبره الضعيفه. فانا محتاج ان انا انمي الخبره بتاعتي عن طريق العلم والكونتينوس اديوكيشن زي اللي احنا بنعمله دلوقتي على طول، بنستقي معلومات من كل مكان ومن كل اتجاه ومن كل حد، اهل للثقه في العلم في المنطقه بتاعته. وتاني نقطه عن طريق التكرار، ان احنا شفنا الحالات دي كتير على ايد اساتذتنا، على ايد الناس اللي شفناهم كتير، على وقرينا كتير. القرايه نفسها في الارتكلز والليتريتشر والجورنالز اللي بتنشر ابحاث وكيس ستاديز دي لوحدها اكسبيرينس، انا باخد منه عمل العمليه دي ل 11 كلب مثلا، النتائج كانت كذا، لما ما عملش وعمل حاجه جديده النتائج كانت كذا، فانا خلاص بكون الخبره بتاعتي بناء على اللي انا عملته قبل كده واللي انا شفته عند اساتذتي واللي انا قريته، جمعت الخبره بقيت عارف ان الحاله دي ما تتعملش، الحاله دي لا دي تتعمل بالطريقه الفلانيه، الحاله دي لازم تتعمل فورا. يبقى الدكتور الكويس هو اللي بيعرف يعمل العمليه، الاحسن منه اللي عارف امتى يعمل العمليه، والدكتور الجراح الافضل على الاطلاق هو اللي عارف امتى ما يعملش العمليه. زي مثلا حالات البايومترا، لما يدخل عليا اكيوت بايومترا في كلب او في قطه والكيس بدات تدخل في فيفر وسيبسيز وهيباتيك انكفالوباسي وبدات يحصل فيها رعشات ونيورولوجيكال ساينز، الحاله دي لو دخلت حالا الجراحه لو اتخدرت ماتت قبل ما تمسك المشرط، يبقى انا لازم اعمل كوريكشن الاول لكل البارامترز اللي بايظه مني، وعالج السبسز وعالج الشوك اللي حاصله، وبعد كده ادخل بيها جراحه. عشان كده ممكن ناجلها 48 ساعه في معظم الحالات، والحالات الكريتيكال قوي اللي الصعبه قوي ممكن ااجلها 24 ساعه بعد ما اعمل كوريكشن وسبورتيف ثيرابي علشان اوقفها على حلها شويه. لازم اكون مستعد زي ما قلنا، هنبقى مستعدين دايما بالعلم بالكتب باستمرار بنقرا فيها، باي فرصه للتعلم، باي فرصه الكونفرنس او محاضره او فرصه للتدريب، اي عمليه محتاجين نتدرب عليها ونتعلمها كويس جدا. لازم اكون مستعد جنب العلم والخبره، اكون مستعد بادواتي وبالتجهيزات اللي عندي، ما فكرش ادخل اعمل عمليه وانا ما عنديش تجهيزات كافيه او ما عنديش الاحتياطات اللي ممكن تقابلني. ممكن يقابلني في العمليه اللي انا داخل شايفها اي بي سي بسيطه جدا، مصايب كتير جدا ممكن تستدعي ان انا ابقى محتاج ادوات تانية كتير ممكن اكون مش مستعد بيها، باظت العمليه وما قدرتش اكمل. يبقى انا لازم اكون مستعد. مش هينفع نجيب كل حاجه في الدنيا، بس بنعرف نجيب ايه البيزكس الاساسيات، زي مثلا emergency drugs موجودة كتير جدا وفيها ليها ليست كتير قوي بتتعلق في أوضة العمليات، لازم الأدوية دي تبقى موجودة. emergency drugs خاصة بالأنستيزيا نفسه وخاصة بالكارديوفاسكولار سيستم، وحاجات خاصة بالبليدنج، حاجات خاصة بالكومبليكيشن اللي ممكن تقابلني، انترا اوبراتيف انتيبيوتكس انا ممكن هستخدمها، حاجات كتير قوي ممكن ابقى محتاجها في لحظة معينة وممكن ما تكونش في ايدي وتبوظ لي كل حاجه. تاني نقطه الادوات، احنا ممكن ما نبقاش معانا كل الادوات الجراحيه، بس على الاقل ابقى عارف الاستخدامات بتاعت كل حاجه عندي، ولو لقيت حاجه معينه انا محتاجها ممكن تفرق معايا في حاجات كتير لازم تكون متوفره، لازم اجيبها على طول، لازم اكون مستعد، بي ريدي زي بي بريبيرد بالظبط، اكون مجهز نفسي بكل حاجه. ما عنديش جهاز تنفس صناعي، ما عنديش جهاز انهاليشن اوكسجين وانهاليشن انستيزيا، لازم اكون جايب امبيو باج اللي هي البالون دي اللي انا علم لكم عليها، مش عارف واضحه في الصوره دي ولا لا. اللي هي دي، جميل. الامبيو باك دي بتتباع البالونه اللي بننفخ بيها، لان وارد جدا يحصل عندي ريسبيراتوري ابنيا في وسط ما انا شغال في العمليه، فانا ببقى محتاج ان انا انفخ هواء واسحب هواء،
عن طريق الاندوتراكيال تيوب اللي احنا نعرف دي من اساسيات الجراح ما يدخلش اوضه العمليات من غير ما يكون مركبها. هنعرفها ازاي دلوقتي وهنشوفها ازاي بتتركب. بتتركب فيها الامبيو باك دي في حاله الابنيا قطع النفس، ان انا ببتدي انفخ وببتدي اسحب. دي من الحاجات الطوارئ، دي ايمرجنسي، دي لازم تكون موجوده، دي ما ينفعش ادخل اعمل عمليه ولو كاستريشن لتوم كات وهي مش متوفره معايا. انا بعتذر عن في صوت كلب بس هو عايش معانا شويه. يبقى زي ما اتفقنا حاجات كتير، انا مش على وجه الخصوص دي بس هنتكلم. الخيوط مثلا الجراحيه لازم اكون معايا مجموعه متنوعه شويه من الخيوط على حسب الانواع، في ناس بتشخبط كتير قوي. الخيوط زي ما قلنا في مننا المونوفيلمنت والمالتي فيلمنت، في منها الحاجات الابزوربابل والنون ابزوربابل، في حاجات السترينث بتاعها التنسايل سترينث بتاعها بيقعد وقت طويل، في حاجات بيقعد وقت قصير، في حاجات النوت بتاعتها الرابطه بتاعتها ويك، وفي حاجات الرابطه بتاعتها قويه. مش معنى كده ان انا لازم اجيب احسن حاجه اللي هي البيست نوت مثلا، في حاجات انا محتاج استخدم البرولين اللي هو الويكست نوت، انا محتاج استخدم البرولين ده كتير جدا مثلا الحاجات المونوفيلمنت دي. بس برضو في حاجات ممنوع نستخدم فيها المالتي فيلمنت، في حاجات انا محتاج ان انا اديلي اللي هي الابزوربشن بتاع السوتشر ماتريال، مش عايزها تدوب بسرعه لان المنطقه كريتيكال. زي مثلا في الجوينت كابسولز لما باجي بعمل جراحه في اي جوينت لازم اخيط بسوتشر تقعد وقت طويل وفي نفس الوقت تكون ابزوربابل، ما تكونش نان ابزوربابل. فعندي الاوبشن مثلا نوع اللي هو البولي دايكسون اللي هو البي دي اس، انا ممكن استخدم البي دي اس في خياطات الجوينت كابسولز علشان اطول، ممكن توصل معايا لحوالي 6 شهور تواجد للتنسايل سترينث وبعد كده يبتدي يحصل ليها ابزوربشن وهيدروليسيس وديكاي للماده بتاعت الماده بتاعت الخيط نفسه، نكون ضمننا بنسبه كبيره جدا ان حصل عندي هيلينج. المقاسات لازم برضو يكون عندي مقاسات، مش منطقي جدا زي ما بنشوف احيانا حد مخيط جلد قطه بسوتشر ماتيريال 1 او بسوتشر ماتيريال او 0، دي مش منطقي تماما، والسوتشر ماتيريال كبيره جدا على الجلد. لازم قطه مثلا هتتخيط من 3 0 ل 2 0 مثلا ماكسيمم، يعني اكبر حاجه هو ممكن استخدمها في القطه عموما 2 0، الا بقى لو بعمل ليجيشن او حاجات سبيشال برضو يعني. في برضو حاجات البولي بروبيلين لما بيتخيط في السب كيوتيكولر والانترا ديرمال او السب كات، مشهور جدا ان هو بيعمل سيروما اللي هو التجمع الدموي السائلي اللي بيتكون في مناطق تحت الجلد نتيجه الاكزيديتس دي اللي بتحصل نتيجه الانفلاميشن، بيعمل ريتيشن في المنطقه فبيكون سيروما. السيروما دي مش حاجه بناين وحاجه بسيطه جدا، بس مشكلتها انها بتعمل تنشن على السوتشر لاين اللي انا مخيطه، في بالونه بتنفخ تحت خط الخياطه بتاعتي فبتساعد ان هي بتعمل تنشن وبتشدها علشان تفتح، فممكن يحصل عندي ديهيسنس وكومبليكيشن في الجرح بسبب سيروما، بسبب سيلكشن لسوتشر ماتيريال ما كانتش مناسبه. من اشهر الحاجات اللي بتعمل سيروما وايريتيشن في المنطقه دي هو البولي بروبيلين، ويليه على طول الفكريل. بس يعني وان كان الفكريل من اشهر الحاجات المستخدمه مش هنقدر نقول عليه لا، بس يعني نبقى متوقعين ان احيانا ممكن يحصل معاه سيروما. البري اوبراتيف برينسيبلز دي البوينتس المهمه جدا اللي لازم اعملها قبل ما اخد خطوه ان انا ادخل اوضه العمليات. معايا الحاله المفروض هتدخل اوضه العمليات دلوقتي، فانا لازم اخد الخطوات دي قبل ما ادخل بيها جوه على طول. اول خطوه واهم خطوه جدا هي الدايجنوزيس كونفيرميشن. دايجنوزيس كونفيرميشن، انا عندي حاله وليكن مثلا عندها كسر في الرجل اليمين او خلع في صابون او قطع في الرباط الصليبي الرجل اليمين، ده ممكن ما يبقاش ظاهر بشكل قوي قوي زي مثلا كسور او حاجه معينه، وانا محتاج ما ينفعش ادخل من غير ما اكون عامل كونفيرميشن ان هي الرجل اليمين مش غلطه اتكتبت في الفايل مثلا وهي شمال واتكتبت يمين. دي نقطه. تاني نقطه لازم اعمل كونفيرميشن لو الحاله دي جايه من عند مكان تاني، متشخصه في مكان تاني وجت تحجز تعمل معانا عمليه، بتحصل كتير. لازم اتاكد ان التشخيص كان صح اصلا. احيانا تجي لنا حاله متشخصه لانها هيب ديسبلاجيا وخلاص، وبتتصل تحجز بكامل عمليه بكذا، عايزين نحجز العمليه تعالوا يوم كذا الفلان الفلاني ومعاكم اكس راي. لا مش معانا، خلاص يوم العمليه نعمل اكس راي. تيجي الحاله تعمل اكس راي ما نلاقيش عندها هيب ونلاقي عندها
مشكله في الباتيلا مثلا، باتيلا لوكزيشن او حاجه في الركبه، وكان حاصل فيها ميس دايجنوزس ولخبطه في التشخيص قبل كده. فانا لو جبت الكلب خدرت ودخلت بأوضة العمليات من غير ما اعمل ايفالويشن، انا بوظت الدنيا. انا عملت عمليه مش صح، والكلب هيفضل عنده المشكله الرئيسيه كمان، يعني مش بس غلطه، دي غلطتين كده كبار. تاني نقطه، ان مثلا داخل اعمل عمليه حصوه في يورينري بلادر كالكيولاي، وشفناها وتبهناها وعملنا اكس راي، عملنا سونار، اطمننا، شفناها، حددنا ميعاد على بكره نعمل العمليه. جه تاني يوم نعمل العمليه، فتحنا المثانه ما لقيناش الحصوه. فدي من المشاكل اللي بتحصل وحصلت كتير جدا جدا على مستوى العالم، حصلت في كل حته، ان الحصوه بتكون اتحركت. انا يعني كان معايا حاله مره قعدنا مشخصين الحصوه بقالنا شهرين وبندي تريتمنت وبنحاول معاها، بعد الشهرين مفيش امل، عملنا سونار وعملنا اكس راي، اكدنا من حجمها، اتفقنا على العمليه بكره، تاني يوم بكره لقيناها نزلت في اليوريثرا وعامله بلوك في اليوريثرا. لو كنا فتحنا بلادر ما كناش عرفنا نجيبها، وكان ممكن نفتح بلادر ما نلاقيهاش ونضطر نعمل عمليه تانيه في اليوريثرا، اليوريثروتومي، ونطلع الحصوه، يبقى عمليتين وعملنا جرحين وعملنا مشكله علشان ما خدتش خطوه الايه الكونفيرميشن دي. فلازم اعمل دايجنوز كونفيرميشن، حتى لو انا اللي مشخص الحاله لازم اعمل ري ايفالويشن واتاكد ان المشكله لسه قائمه وان المشكله ما فيهاش اي كونفليكت. احنا مش بنفتكر كل حاجه، انا ممكن النهارده شفت كذا حاله من ضمنهم الحاله دي، تاني يوم دي داخل عمليه ما بقتش فاكر هي كانت يمين ولا شمال، هي كانت البوزيشن بتاع الحصوه في انهي حته بالظبط مثلا، وهكذا. تاني حاجه، نعمل الاونر انفورماتيف ديسكشن. مش هنعلم الاونر طب، بس لازم نفهمه احنا داخلين بنعمل ايه بشكل مبسط من غير الانجليش اللي احنا خدناه في الكليه. خدنا المعلومه دي، مهمه جدا، مهمه جدا ان انت ما تقفش تتكلم معاه بمصطلحات ميديكال، لان احسن واحد بيعرف لغه انجليزيه مش هيفهم معنى الميديكال ترمينولوجي نهائي. فانا ما حاولش ان انا اتكلم معاه ميديكال ترمينولوجي ما حسسوش ان هو مش فاهم حاجه. تاني حاجه، هو من حقه ان هو يفهم انا داخل اعمل ايه، داخل اركب شريحه، الشريحه تركب بالشكل ده، لا داخل اركب مسامير توجل بين بالشكل الفلاني، لا داخلين نعمل هنفتح فتحه صغيره هنطلع الحصوه وهنعمل كذا، هنركب قسطره من الناحيه الثانيه، هنعمل عمليه يوروثروستومي في القطه، فاحنا لازم نشيل المنطقه دي، هنعمل كاستريشن، لازم يفهم ان انا داخل اعمل كاستريشن، ما يتفاجئش ان هو علشان يعمل يوروثروستومي ان القط طالع من غير التستكلز. ففي ناس ممكن تتخض وتزعل، طب انت ما فهمتنيش ليه من الاول. هي لايف سيفنج وامرجنسي ولازم تتعمل، بس لازم اكون كنت مفهمه من الاول علشان اتحسب واتجنب اي مشكله ممكن ترجع لي، او هو ممكن يرجع يتكلم بشكل مش كويس بعد العمليه. لازم يكون فاهم كويس جدا، لان انا كمان من حقي لو انا داخل اعمل اي حاجه في اي حته اكون فاهم منه اللي هيعمله لي بالظبط ايه. هشرح له التفاصيل، هشرح له البوست اوبريتيف بيريود ماشيه ازاي، متوقع يعمل ايه. طب انا هعرف منين متوقع يعمل الكلب هيعمل ايه وهيبتدي يمشي ازاي او هيبتدي ياكل امتى او هيبتدي، نتيجه للخبره، لاني ما بعملش العمليه دي لاول مره. مش من حقي ان انا ادخل اعمل عمليه اول مره ما شفتش طريقه عملها، ما شفتش توابعها، مجرد قريتها او اي حاجه او شفت فيديو حتى، وما شفتش البوست اوبريتيف بيريود بتاعتها بتبقى ماشيه ازاي، لانه هو هيسالني اسئله كتير جدا وهيبقى بيقارن كلامي باللي بيشوفه قدامه. لو انا قلت كلام مش مناسب مش هيحصل، زي برضو زمايلنا اللي بيبقوا مش عارفين الكلاب نظام النيوتريشن بتاعها المفروض بيبقى ماشي ازاي، بياكلوا ايه، بنشوف انظمه الكلاب بترفض تاكلها، الدكاتره بتبقى كاتباها، الكلاب ما بتاكلهاش اصلا، بيكتبوا سيريلاك، بيكتبوا شوفان، بيكتبوا الحاجات اللي هي اللي بتتكتب لدكاتره النيوتريشن البني ادمين. ففي زمايلنا بيكتبوا الحاجات دي للاونرز بتوع الكلاب، فالكلاب ما بتاكلش او الكلاب بتجيلها مشاكل صحيه. في زمايل بيقولوا مثلا الكلاب ما تاكلش لحمه قبل 6 شهور. المعلومه بتاعت اللحمه اللي قبل 6 شهور دي انا مش عارف يعني اخرها ايه معانا، بنسمعها كتير جدا كل يوم. ممكن نستنى دقيقه بس عشان الاذان. لو في تشات ممكن نبص بص عليه كده زي ما يخلص يعني.
طيب بصوا، هنبتدي نقرا شوية كومنتات، بس أسئلة بسيطة كده ونكمل تاني. مفيش دكتور في العالم دخل كل العمليات عشان هو عملها قبل كده، ممكن توضيح نوصل إزاي؟ لا دي ما أنا بقول لك، إحنا دي دكتورة روان، لازم نتدرب العملية الأول، نشوفها كذا مرة، نحضرها مع حد من أساتذتنا، علشان يعني كل واحد ليه شيخ طبعا، لازم يحضرها مع دكتوره ويتعلم منها ويشوفها كويس، علشان لما يدخل ما يبقاش بيتفاجئ. حضر معاه العملية، شاف توابعها، شاف المشاكل اللي حصلت جوه العملية، وبالتالي وتابع كمان معاها البوست اوبريتيف بيريود بتاعها مرة واثنين وثلاثة، زي ما بيحصل في الطب البشري. ما عندهمش الاوبشن اللي بيحصل عندنا ده، ان الدكتور ممكن يقف يعمل العملية ويدخل يعك ويبوظ، هو عمره ما عملها وعمره ما شافها، ويتعلم على الحالات. طبعا ده مش متاح ابدا في مكان تاني. الدكتور البشري بيتعين في المستشفى، بيتفرج، بيكتب روشتة قدامه، بيدخل هو يساعد في اعطائها، بس هو ما بيتدخلش، بياخد هو الكيس هيستوري، بيتعلم السكيلز دي بالتدريج، بيشوف الدكتور اللي اعلى منه اتعامل معاها ازاي، بعدين يبتدي يشوف الجراح بدأ يشتغل ازاي، حضر العملية مرة اتنين تلاتة لغاية لما بياخد الخبرة كويسة، بقى شاف العملية المعينة دي كذا مرة وفهم كل حاجة تخصها، من تشخيصها لعلاجها للنقاهة للفيزيكال ثيرابي لو محتاجة، وهكذا. دي خبرة وهكذا. لما الاقي حاجة جديدة وعايز اتعمق فيها واخد فيها اكسبيرينس، لازم اروح ادور اشوف حد متقنها واتعلمها منه، زي الطبيعي في اي علم من علوم الدنيا، لازم نروح نستقي العلم من حد صاحبه. دي نقطة. تاني نقطة، ان انا ممكن بعد فترة كبيرة من الاكسبيرينس، احنا دلوقتي ممكن بنبقى خلاص بقينا يعني بروفيشنال سكيلز بتاعتنا كويسة في الجراحة نوعا ما، فانا اقدر لو حصل حاجة جديدة، أي إضافة جديدة في جراحة جديدة أو عملية جديدة خالص، أو تعديل أو تغيير تام لجراحة كنا بنعرف نعملها، إحنا دلوقتي من عدد العمليات اللي اتعملت ومن عدد الساعات اللي قضيناها في أوض العمليات، نقدر نتبع الأسلوب ده ونقدر نعمل الحاجة الجديدة. ما بنخترعش، إحنا عندنا مسافة صغيرة جدا للإبداع الشخصي في أوضة العمليات، ما نقدرش نطلع براها. براها دي بدأت جزء خاص بالعلماء وخاص بالرسائل البحثية، احنا مش بنعمل لا رسائل بحثية ولا تجارب علشان نشوف نتيجة حاجة جديدة، بس مساحة الجزء الإبداعي بتاعي بيبقى ضيق، لغاية لما بلاقي حاجة جديدة. عملوا حاجة جديدة برضو، مش لازم انا اللي هعمل الحاجة الجديدة دي، هم وصلوا لعملية جديدة قريت عنها، بس ممكن حتى ما تشوف لهاش لا صور ولا فيديو ولا اي ارتكل ديتيلز، بس شرح لك قال لك بيتعمل كذا عن طريق كذا، انت خلاص عارف اوريدي الخط السير ازاي، فساعتها بندخل بنعملها وبنشوف نتائجها وبنتابعها. ما تعلمناش جراحة في كليتنا كويس، وخصوصا الخياطة والتدريب في معظم، تنصحنا بإيه كبداية؟ الاكسبيرينس بتبتدي ان احنا، دكتور مصطفى، بتبتدي ان احنا نتعلم كويس قوي البيزكس اللي احنا بنمشي فيها النهاردة دي. الخياطة مرن ايدك عليها باستمرار، ما تقعدش فاضي، طول ما انت فاضي بتخيط في اي حاجة تقابلك، علشان تنمي المهارات، السوتشرينج سكيلز بتاعتك دي بالذات. وبعدين واحدة واحدة زي ما قلنا بنتعلم، مفيش حد في الدنيا، مفيش كلية في الدنيا اتعلمت الخريجين الشغل اللي هيشتغلوه في الفيلد، وده وبره مصر كده. انت بتتعلم الأساسيات اللي بتتحط فيك علشان لما تعرف تفتح تقرأ كتاب طبي تفهمه. انت دلوقتي متخرج على يعني على قولك ان احنا ما تعلمناش حاجة في الكلية، بس لو فتحت مرجع من المراجع العظيمة هتلاقي نفسك فاهم. ليه؟ لأن انت خدت الأساسيات، أخدت الأسئلة، هو ده اللي معمول، هو بيهيئك تبقى طالب علم طبي مش طبيب. ما ينفعش نطلب، مش هتحصل. أنا سافرت في ألمانيا قابلت دكاترة متخرجين، كنا إحنا متخرجين بقالنا 6 سنين، وقابلت زمايلي متخرجين، أنا شغال وعمليات عظام وشغال كل حاجة، ولقيت متخرجين من 6 سنين، سنة 2012، لقيتهم لسه ما مدوش إيدهم في عملية عظم واحدة، كله شغال في حاجات بسيطة جدا وبيتعلموا. لو قابلتهم انا النهارده هلاقيهم عباقرة. ليه؟ اكيد هيسبقونا، لان العالم عندهم الديتيلز مظبوطة، التعليم كويس جدا،
بيحاول ما يفوتش لحظة ما يتعلمش فيها. وهناك الموضوع يمكن الأفضل مننا علشان في الاوبشن للتعليم ان انت بتقبض قصاده فلوس زي في البني ادمين كده اللي هو النيابة. الدكتور بيتخرج بيروح بياخد تكليف في مستشفى فبياخد فيها مرتب وهو بيتعلم لانه هو مش عارف حاجة. فده ده للأسف. لكن احنا عندنا للأسف انت علشان تتدرب وانت محتاج وانت خريج دلوقتي ومحتاج تصرف على نفسك فالموضوع صعب شوية. انا عارف ان هي ربنا يكون في عون كلين. كتب مخصصة لشرح العمليات الجراحية فيها هنقول لك عليه. العمليات الجراحية في مكان ومش مجرد كورس لان ما نتعلم. احنا قلنا الكورسات ما فيهاش مش جراحة. احنا ممكن انا عمري ما هعلم. انا عملت الكورسات كتير جدا للجراحة عمري ما جبنا عملية وقفنا عملناها وعمري ما جبنا حالة وعملناها ولا جثة لا قدر الله. ما نعملش الحركات دي عمرنا. ليه؟ لان لو وقفت عملت لكم انا لو جبت اي حد بيشتغل اي حاجه عامل ديليفري ولا اي حاجه ولا حارس عقار وقفت عملت قدامه عمليه 3 مرات وفرجته وانا بعمل ايه هيعرف يعملها. مش هي دي الطب ولا الجراحه اللي احنا عايزين نوصل لها. احنا عايزين ناخد الاساس بعدين يكون في الانترنشيب اللي هي الزماله او الانتداب لمكان ان انت بتقعد في مكان بتتعلم فيه بتاخد خبرته مش يوم ولا 2 ولا شهرين. تقعد على الأقل في المكان سنة سنتين بتاخد خبرتهم وبعد كده بتبتدي تشوف حاجة تانية فيما بعد. كورس لا برضو ما بينفعش في الكورسات ان احنا نعمل جراحة. انا ممكن اعمل وركشوب لعملية معينة احنا بنعملها وانتو بتعملوها ونيجي ناخد عليها وركشوب نمارس بشكل ادق او نحط عليها الاضافات الجديدة او الحاجات الزيادة او الحاجات اللي بتفرق معاها. دي وركشوب زي ما حضرنا زمان وركشوبس في التخدير مثلا. عملنا عمليات كتير جدا وبنخدرهم كلهم طبعا بس روحنا وركشوب للتخدير على اجهزه جديده وعلى ادويه مخدره جديده احنا ما بنستخدمهاش مش جديده ولا حاجه بس هي جديده علينا في مصر. فتعلمنا في الوركشوب دي اضافه للجزء اللي احنا شغالين فيه وباستمرار عمرنا ما هنتعلم في يوم وليله. جميل. أسامي مراجع للجراحة هنقول في أشهر كتاب طبعا كتاب اسمه الأنيمال سيرجري ذا فوسن هنحط لينك ليه أو اسمه حتى هو موجود في كل حتة بس هحط لكم على قد ما أقدر أي حاجة ليه. أنا مش فاهم السؤال يا ليليان. أكيد هنتحط في موقف إننا نعمل عملية عمرنا ما شفناها قبل كده واتدربنا عليها مثلا. دي المفروض تاخدي الخطوة دي ربنا يوقعك فيها يعني ان شاء الله مش قبل ما تكوني عندي اكسبيرينس كويسة جدا وكوني خلاص بقيتي قدرتي. غالبا لازم اعمل ريفير ويبقى عندنا الثقافة دي. عندي العملية انا مش بعرف اعملها في العيون مثلا. عندنا دكتور خالد علي بروفيسور عيون في مصر نقدر نعمل له ريفرنس ليها. عملية في العمود الفقري او الاورام هتبعته لي. عملية تخص مثلا الجاينيكولوجي والاندرولوجي والمشاكل الخاصة التناسلية عندنا الدكتور بروفيسور عارين سلامة. ليه أدخل أعملها وفي حد هيعملها أحسن وهيعلمني وهيديني الخبرة وهيطلعها بنتيجة كويسة هيبقى شكلي كويس جدا هتعلمها والأونر كمان هياخد مني إمبريشن كويس جدا إن أنا ما أزيتوش وما جربتش فيه. لكن لما أعملها وأجرب وبوظ أنا قضيت على حياتي طبعا واسم المهني. تمام نكمل. احنا عندنا 18 مسج. انا مش عارف اتابع بصراحه المسجات كتير قوي. الحاله اللي حضرتك ستونز في اليورينري بلادر يوم العمليه وكان ينفع. لا ما هي كانت حصل لها بلوك دخلت في اليوريثرا وانبدت في الميوكوزا اتزنقت وخلاص وقفت جوه. فالحاله اللي هي بتاعت اليورينري بلادر دي ما كانتش ترجع خالص. كان لازم نعمل يوريثروتومي ونفتحها او يوريثروستومي ونسيب الاوبننج مفتوح لو الموضوع متكرر. جميل. يبقى عملنا الدايجنوزيس كونفيرميشن وبعد كده عملنا الاونر انفورماتيف ديسكشن وفهمت الاونر بتاعه كل حاجه تخص الحاله بتاعته. بعد كده عملت البيشنت ايفالويشن. اعمل البيشنت ايفالويشن ان انا باخد البارامترز بتاعته واشوفه من النهارده كويس يدخل اوضه العمليات ولا ما يدخلش ولا محتاج حاجه ولا قبل ما يدخل.
لقيته هايبوثيرميك مثلا وبس الفيتالز كويسه معقوله، طيب نحاول نرفع حراره شويه ونتفرج عليه، نعمل ايفالويشن تاني بعد شويه، لقيناه ظبط وبقى كويس والفيتالز بتاعته حلوه، خلاص ممكن ندخل، لقيناه لا ما ظبطش لسه، الموضوع مش مستقر او في مشاكل بتحصل، يبقى انا في الحاله دي محتاج اعمل بوستبون، اجل العمليه لحد ما الوضع يستقر ويبقى افضل علشان ادخل بيه. اعمل بيشنت ايفالويشن كمان للمكان اللي انا داخل اعمل فيه جراحه، مش للاوفر اول بارامترز بس، يعني لو داخل اعمل عمليه في رجل مثلا كسر حادثه، ما ينفعش افكر في العظم بس وانا سايب بقيه كل حاجه من غير ايفالويشن، يعني ما احنا ما نبصش في الاكس راي بس، احنا بنعالج البيشنت مش بنعالج الاشعه، فانا تريت ذا بيشنت دونت تريت ذا لاب ولا الاكس راي ريزلت، يعني ما مش بمسك نتيجه التحاليل والاقي فيها ارقام بايظه والحيوان قدامي كويس بس هعالجه برضه، لا طالما البيشنت سليم ما عليهوش الكلينيكال ساينز والتحاليل مديالي شويه انيميا مش عارف ايه الحاجات البسيطه دي اوكي. لقيت انفكشن طبعا ده اللي بيتعالج، بس يعني احنا بنعالج البيشنت، فجالي الكسر شفت الاكس راي شفت العظمه مكسوره، ما حددتش ادخل العمليه من غير ما اتاكد اصلا ان النيرف سبلاي بتاعه شغال او ال برضه الفاسكولار سيستم الفيسلز بتاعته برضه مش متضرره، ما يكونش عنده بيقطع مثلا معاه الارتري المغذي للمنطقه دي وانا بفكر في العظمه بس وادخل الاقي في جنجرين بيحصل، او باراليسز لو النيرف معايا مقطوع، لو عندي مشكله في النيرف سبلاي ليه ممكن الحادثه نفسها تعمل. احيانا بيحصل عندنا حوادث في الكتف في الكلاب خصوصا الكلاب الجاينت شويه الكبار في الحجم، لما بيتخبطوا بعربيه في الجنب بالكتف كده بيحصل عندنا قطع في البريكال بلكسس الضفيره العصبيه اللي نازله من السي 4 من السي 5 لغايه التي 2، دي الضفيره العصبيه اللي بتطلع بتغذي الابر ليمبس، اليمين بتغذي اليمين والشمال بتغذي الشمال، مجموعه الاعصاب دي بتتقطع لو حصل في تنشن فورس للخلف جامده جدا بتقطع العصب او اتنين او اكثر من واحد في المنطقه دي، فبالتالي بيعمل لي شلل في الطار الليمب ده، فممكن الحادثه وهي بتعمل القطع ده عملت لي كسر، فانا جاي الكلب ماشي ورجلي مكسوره وما بيمشيش يا دكتور على رجله، اتخبط بعربيه من شويه نعمل لقينا كسر يلا ندخل العمليات، طبعا هتعمل العمليه هيخف العظم بعد فتره بس الكلب مشلول وماشي جرجر رجله فهتتقطع بعد كده، هيحصل لها امبيوتيشن بريكل بلكسس انجري، دي بيحصل لها على طول امبيوتيشن يعني. فبعمل الايفالويشن علشان ما اعملش عمليه مش ضروريه وعلشان ما اعملش حاجه مؤذيه. بعدين بنعمل سيلكشن للبروسيدور اللي انا داخل بيها، عندي مثلا عمليه الرباط الصليبي ليها كذا تكنيك وكذا اوبشن وكذا بروسيدور علشان انفذ بيهم، كل واحد وليه مزايا وليه عيوب، انا بقف احط كل التكنيكس دي اللي انا عارفها ومتدرب عليها وعارف البروجنوزز بتاعتها وعارف الكومبليكيشن بتاعها وعارف امتى اعملها وامتى ما اعملهاش، لما بحطهم وبقارنهم بالكيس اللي في ايدي، هل الكيس دي يناسبها دي ولا دي ولا دي ولا دي، يناسبها تي بي ال او ولا تي بي الويدج اوستيوتومي، ولا يناسبها ان انا اعمل ريبليسمنت للرباط الصليبي اللي اتقطع مش هغير بس في الاناتومي بتاع العظم مثلا، الحاجات دي ادفانس شويه بس يعني انا بتكلم اكزامبل يعني مثلا، ولا اعمل معاها اني جزء من البروسيدورز دي، ممكن اعمل كومباينيشن، ممكن لا محتاج ان انا اغير حاجه معينه واعمل رباط برضو داعم جديد وهكذا. بختار اللي يناسب الحاله ويناسبني ادواتي واجهزتي والحاجات اللي انا مستعد بيها ويناسب الخبره الكبيره اللي عندي على حسب اكبر خبره، اكتر حاجه انا خبره فيها وعملتها كتير مناسبه للوزن والحاله، ما اجيش اعمل رباط صليبي جانبي اللي احنا بنقول عليه اللاترال باتيلو فيمرو باتيلو تيبيال ليجامنت ريبليسمنت، دي بنعمل رباط صليبي بسوتشر ماتيريال من الجنب لكلب وزنه اكتر من 15 كيلو مثلا، يعني كلب وزنه 30 كيلو 40 كيلو ما ينفعش تعمل دي، بوظنا كل حاجه. ما اقولش ان هي دي اللي انا بعرف اعملها، لو مش لو هي دي اللي انا بعرف اعملها والكلب ده ما تنفعوش يبقى انا ما بعرفش اعمل له العمليه بتاعته، اشوف حد يعملها له او اروح بيه عند دكتور، عندنا مثلا انا ودكتور معتز شعبان ودكتور احمد عاشور
ودكتور هيثم فرغلي من الناس كويسه جدا في العظام في مصر. فاحنا عندنا هو اوبشنز كذا دكتور وكذا عياده على حسب على كذا منطقه، فنقدر نروح بيهم وكلنا ما حدش هيقدر يقول لا ما تتعلمش، بالعكس هتحضر عمليه وتتعلم وهتفهم وهتسال كل الاسئله اللي انت نفسك فيها وهكذا. بعدين بنعمل تجميع وجذرنج للريسورسز، ان انا بشوف الريسورسز يعني بعمل سيرش وبراجع كويس على العمليه اللي انا نفسي ادخل اعملها او اللي انا داخل اعملها بكره، حتى لو بعرف اعملها كويس جدا. انا لغايه النهارده اي عمليه ايا كانت درجه اتقانها وعدد المرات اللي عملناها فيها، قبل ما بندخل بنرجع نراجع اناتومي ليها يومها بالليل. النهارده نقعد نراجع عشان عندنا عمليه بكره مثلا كذا، نقعد نقرا لها اناتومي، بنقعد نقرا عليها في الارتكلز والكتب والابحاث في معظم الاماكن، بنعمل سيرش على جوجل كده وبنتفرج نشوف هل في حاجه جديده، هل في حاجه عملوها انا ما لسه ما وصلتليش، هل في حاجه انا بعملها مش صح اكتشفوا ان هي صح ان هي غلط او فيها مشكله وهكذا. بعمل ريفريش وباكد على المعلومات زي مراجعه الامتحان كده، حتى لو انا بروفيشنال جدا في العمليه دي وخلاص بعملها طول الليل والنهار. عندنا الهيب سيرجري في العياده عندي مثلا، عمليه الهيب ديسبلاجيا والاف اتش او دي اكتر حاجه تقريبا بتتعمل عندنا في العمليه في العياده، هي والباتيلر لوكزيشن مثلا. ومع ذلك كل عمليه لازم بعض اراجع لها، يمكن يكون في حاجه كبيره حصلت او يمكن يكون انا نسيت اسم عضله معينه او تكنيك حته معينه بتتعمل، ما حدش فينا كبير على الاخطاء دي، فلازم اعمل ريفريش كل مره للعمليه علشان اعملها احسن ما يمكن. انا هدفي ان كل مره بعمل العمليه لازم تكون احسن من اللي قبليها، كل مره لازم تكون احسن، كل مره مش هتوصل لمرحله ان انت خلاص هي دي احسن حاجه، لا كل مره تلاقي نفسك بتعمل حاجه احسن، ممكن في النص تلاقي نفسك بتعمل واحده وحشه، افهم ايه الغلطه اللي حصلت وليه التريب ده حصل علشان تعمل اللي بعديها ما تحصلش تاني. بعدين بتاخد في ورقه وقلم كده بتكتب التشاؤم، جزء التشاؤمي بقى اللي هو الكرايسيس انتسيبيشن. ده مش تشاؤمي ان انت داخل تتوقع ان العمليه هتبوظ، لا بالعكس، فانت بتقول ايه اللي انا ممكن اتحسب بيه علشان ما يحصلش كرايسيس. في هنا فيمورال نيرف مثلا، في هنا اورطه، في هنا فينا كافا مثلا، في هنا جزء ستراكتشر مهم ما ينفعش يتأذي، يبقى انا ادخل اراجعه كويس جدا اشوف بيمشي ازاي وايه علاقته بمكان العمليه اللي انا هعمله علشان ما اذيهوش والاقي نفسي في كرايسيس في وسط العمليه. دي نقطه. تاني نقطه ان انا اتحسب، وارد جدا داخل اشيل ورم في المنطقه الحساسه اللي فيها بلاد سبلاي محترم وانا داخل اشيل، والاورام دايما ملهاش شكل ملهاش ثوابت في الكسور، بننسى الاناتومي 90% منه، يعني لما بيجي عندي كسر الاناتومي بيكون اتلخبط تماما. فحاول على قد ما اقدر اكون مستعد بالوسائل والادوات والعلم اللي يخليني اقدر اساعد او احل المشكله اللي ممكن تحصل. هل انا عندي حاجات تساعد في النزيف الشديد؟ هل عندي سكيلز تخليني اعرف اسيطر على بلاد سبلاي محترم كبير بينزف؟ هل عندي سكيلز للبلاد سبلاي ما ينفعش نربطه ونستغنى عنه ان انا اعرف اعمل له سوتشر؟ مش مطلوب ان انت تبقى جراح او عياده مويه طبعا، بس في حاجات كريتيكال يعني الاورطه لو ما ربطتوش مات، مش حصل له مشكله تانية يعني، مش ما ربطتوش اقصد يعني، لو ما خيطتوش ووقفت وعملت سيلينج قفلت البليدنج اللي فيه ده مات. برضو نفس الكلام في الفينا كافا، لكن جاجيولار فين انا ممكن اعمل له ليجيشن واربطه. معنى ليه بقى المعلومة دي؟ لأن أنت لازم تبقى عارف مين اللي أقدر أضحي بيه ومين اللي أضحي بيه. أنا ممكن التو جاجلر فينز لو حصل فيهم مشكلة كبيرة إن إحنا نربطهم ليجيشن ونوقف النزيف والجسم هيعرف يكمل ويتعايش، لكن مثلا لو دخلت على بلاد سبلاي زي السافينس فين مثلا ولا حاجة، لا ده بشع. السفاليك فين ده ممكن يعمل لي مشكلة، خصوصا لو ربطته من فوق الكوع مثلا، لو ربطناه من تحت الكوع ممكن الدنيا تبقى احسن شويه، شويه اديمه هتقعد يومين ثلاثه وبعد كده تبتدي تحصل لها ريزوليوشن والفين هيبتدي يعمل برانشز جديده. لكن ابقى عارف ده بيجي منين، ده بيجي من القرايه ومن العلم، ونشوف ونسال وندور ونسيرش، عندنا جوجل بقى دلوقتي خلاص، فطول الليل والنهار احنا نبقى قاعدين بنستفيد بيه وبنستخدمه في النقط
التعليميه الكريتيكال دي، هتوقع كل حاجه واوفر حاجاتها على قد ما اقدر. طيب لو انا شغال في الحته دي انا ممكن يحصل معايا كذا، يبقى انا اوفره. طب انا محتاج الشيء الفلاني، لا علشان كده يبقى انا محتاج اكس راي. لو انا ما عنديش جهاز اشعه مثلا في العياده، احاول اشوف بديل بسرعه. يعني ايه البديل؟ اخد العمليه اروح اعملها انا عند دكتور صاحبي مثلا في عياده فيها اكس راي، او دكتور صاحبي عنده جهاز بورتابل اكس راي يعرف يجيبه لي معاه، وهكذا يعني. بس المهم ابقى متحسب للمشاكل كلها. مش هتبقى غرامه ماديه كبيره حتى، يعني لو جبت شويه حاجات، ده ممكن يحصل معايا الشيء الفلاني، فانا محتاج اجيب له مثلا كذا اكس من الادوات، هجيبها وما استخدمتهاش هتنفعني، هتنفعك في عمليه جايه اكيد اكيد. بس انت حتى هتبقى داخل اوضه العمليات مطمن ان هي موجوده. جميل. بعدين بندخل على خطوه الايه، الاسبسس والاسبتيك تكنيك للبريبريشن للسيرجيكال فيلد والثياتر كله. دي خطوه من الخطوات الاساسيه والضروريه اللي ما ينفعش نستغنى عنها وما ينفعش نكلفتها. الاسبسيز ده اللي بيخلي دكتور شاطر وبيخلي دكتور مش شاطر. ده اللي بيفرق ما بين العيادات اللي بيعملوا نفس العمليات. ليه في فلان اسمه بيكبر وفي فلان ما بيتسمعش، في فلان نسبه نجاح عملياته كبيره؟ كلنا متعلمين من مكان واحد او عملنا نفس العمليه، بنعرف نعمل عمليه بسيطه اللي هي الفلاين سبي، فلاين اوفاريوس ريكتومي. دي عمليه من العمليات، هي مش صعبه، مش بسيطه اقصد، بس برضو مش مستحيله، مش صعبه قوي. بس نسبه نجاحها لو انا متقنها هتفرق كتير جدا لو انا مراعي الاسبسس كويس جدا. لو انا مش مراعي الاسبسس في هاخد نسبة نجاح، مش هسميه نجاح أنا بصراحة، هاخد نسبة حالات بتعدي كده بالعافية بتعدي، لكن في حالات كتير مش هتعدي. في حالات كتير يا ما سمعنا، وأكيد كلكم سمعتوا للي شغال في الفيلد، عن قطة راحت لفلان عملت عملية السباي ماتت بعد يومين ثلاثة، قطعت أكل ما رضيتش تاكل، فضلت ترجع، فضلت تتعب مش عارف إيه، وبعد كده ماتت. كل دي سبسس، كل دي سبتكت الحاله بوست اوبرتيف، والادوات ما كانتش معقمه. الدكتور انا شفت دكاتره وكتير جدا بيستخدموا الجلافز اللي مش معقمه للاكزامينيشن، بيستخدموها في الجراحه على اساس ان دي عمليات بسيطه، او بيستخدموها حتى في العمليات التانيه الكبيره. هنتعلم دلوقتي الاسيبسيس بالديتيلز، وكان المفروض ان احنا لما بنعمل الكورس ده بنقف احنا بنشرح بنجيب الادوات وكده، بس انا جبت شويه فيديوهات واضحه على قد ما نقدر، وهشرح معاها وهتكلم فيها ازاي نبتدي نشتغل بيها. فما نستهونش وما نكسلش ناخد الخطوة دي. الخطوة دي مهمة جدا لكل اللي قدامنا ده. البيشنت بريباريشن، لازم البيشنت يحصل له بريباريشن كويس جدا، ولازم الأدوات بتاعتي تكون استرايل بالوسائل المظبوطة، بالوسائل الايديال، ولازم أعمل سكراب لنفسي، ولازم أعمل جلوفينج أو جاونينج وجلوفينج. هنتعلم كل دول دلوقتي. البيشنت بريب دي أسهل واحدة واهم واحده، ان احنا بنحلق كويس جدا السيرجيكال فيلد بتاعنا. لو انا هعمل العمليه ميد ابدومينال في البطن، فينترال ابدومينال يعني، عند المنطقه بتاعه الامبليكس، لازم على الاقل 3 اضعاف منطقه الجراحه تكون شايفد كويس جدا. يعني لو انا هعمل العمليه 5 سنتي، لازم يكون معايا توتال 15 سنتي بالطول، ومثلا 10 سنتي ولا حاجة بالعرض، او لو 15 في 15، مينيمم 3 اضعاف بالطول علشان يبقى السيرجيكال فيلد بتاعي استيرايل ومظبوط ومتأمن كويس جدا، لان انا مش هعقم المكان اللي هدخل فيه بالمشرط، بس انا لازم اعمل الفول اريا كويس تكون استيرايل كويسة. جميل. فبنحلق كويس جدا، الكلام اللي خدناه في الكلية في الجراحة، وبعدين بنعمل preparation باللي موجود في مصر، البيتادين. بيتادين سيرجيكال سكراب اللي هو بيبقى الجيركن بتاعه لونه لبني، بقطعه شاش، وبنبل في باول صغير كده نقطه، وبنمسح من النص، من السنتر بوينت سيركلر موشن زي الكنافه كده لغايه اوسع حته، وبعد كده بعد كده نرفعها ونمسح الشعر بس اللي هو الايدجز بتاعه الشعر، ننزله لتحت ونرمي ونجيب واحده جديده، ونمسح من 3 ل5 مرات
كده كويس جدا بسكرابينج، مش بمسح بس كده، بضغط سنه شويه وانا بعمل لغايه لما اعملها كويس. بعد كده انا عن نفسي بدخل الخطوه اللي بعد كده، ان احنا بنعمل سبراي ببيتادين اللي هو الاحمر بقى عادي، الانتيسيبتيك مش السكراب، بنعمل سبراي ونسيبه دقيقتين ونبقى جاهزين للجراحه. دي المينيمم. ممكن بعد كده بيتعمل غسيل في النص ما بين السكراب والبيتادين الانتيسيبتيك عن طريق الكحول، نعمل سبراي كحول في المنطقه كويس، بعد كده نبتدي ينشف، وبعد كده نحط البيتادين الانتيسيبتيك لمده دقيقتين. كده البيشنت بريبدو بقى جاهز، ناقص له خطوه واحده بس اللي هو دريبس، ان انا احط عليه الفوط المعقمه واقفل بيها كويس. وبرده الخطوه دي اهم برده من العمليه، وان انت تبقى متقن للعمليه. لو ما عملتش كده انت مش هتبقى حاسس حتى بقيمه نفسك كجراح كويس. الجراح ما بيشتغلش على طول كده في البيتس وفي الهيومن ميديسن طبعا. طبعا الكلام ده وان كان احيانا شفته بيحصل في اللارج انيمال وانا ما بفهمش فيهم قوي، بس انا يعني خلينا في البيتس، ما ينفعش ادخل عمليه من غير دريبس، ستيرايل دريبس متعقمه كويس اكيد، وتتحط على البيشنت علشان تحميلي السيرجيكال اريا من الشعر اللي حواليه، وتحمي ايدي انها تلمس حاجه من الشعر اللي حواليه، وتحمي من الترابيزه نفسها اللي عليها البيشنت. انا مش عايز ابين لا البيشنت ولا الترابيزه ولا اي حاجه حواليه، علشان كده بنعمل دريبس، يبقى اللباس اللي ايدي تقدر تلمسه المنطقه السيرجيكال فيلد والستيرايل فيلد كله بقى اللي هو الفوط اللي احنا حطيناها الدريبس دي. جميل. الخطوه دي الخطوه الرئيسيه اللي لازم ما نفوتش فيها، ومش محتاجه تدريب، يعني هي مجرد زي ما قلنا كده، بس لازم مثابره ان انا لازم اعملها، ما زهقش وما كسلش، عشان في ناس ممكن تكسل يعني. الخطوه لان كل حاجه من دولت ممكن تودينا للكسل شويه، لان موال وقصص والكلام ده كله. طب ما احنا طول عمرنا بنعمل العمليات من غير الكلام ده كله. حضرتك مش كل الدكاتره بتشوف الكومبليكيشن اللي حصلت لما بعمل حاجه وحشه، غالبا الاونر ما بيجيليش انا تاني، غالبا الاونر بيكون سايبني وراح لحد تاني، فانا ما اتوقعش الاونر اللي يختفي ان الحاله بقت كويسه. وارد جدا تكون بقت كويسه، ووارد جدا تكون باظت وراحت في مكان تاني نتيجه ان انا عندي حاجه باظت. مش مهم عندي ان الحاله سابتني وراحت لغيري، بس المهم الاهم هو ان انا عملت الغلطه، ان الحاله كان ممكن يحصل لها فيها مشكله، ووارد جدا تموت اصلا كمان. فاحنا يهمنا في المرتبه الاولى ان هي تكون اي خطا اي كومبليكيشن يحصل يكون خارج عننا، ما نبقاش طول الليل والنهار عمالين نأذي 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 احنا كده ما بنشتغلش كويس. جميل. الاستيريلايزيشن والباكينج للادوات والفوط والحاجات بتاعتنا دي كلها، ودي خطوه برضو مهمه، انا مش عارف اقول مين اهم من مين، كلهم مهمين جدا طبعا يعني. الباكينج ان انا الف الفوط والادوات الجراحيه واجهزهم في باكس، سيرجيكال باكس، عندنا ميثودز كتير جدا، وبعد كده هبتدي اعقمها. فالباكينج لازم يكون اللف بتاعها بشكل مناسب لعملية الفتح الجراحي، من غير ما الدكتور المعقم خلاص الجراح اتعقم وجاهز، من غير ما يقدر يلوث نفسه وهو بيفتحها. ففي كود اسمها الانفلوب ميثود مثلا او الانفلوب باكينج، هنشوف الفيديو بتاعها دلوقتي. وفي نفس الوقت ان تكون سمحت بدخول وسائل التعقيم لكل الادوات اللي جوه بالتساوي وبنفس الوقت. طبعا غالبا الباكينج دي بتبقى داخله اوتوكلاف بتتعقم في درجه حراره 121 ل 137 لمده تلت ساعه مينيمم على ضغط بي اس اي 15 طبعا. ف ده الاوتوكلاف بيوفر الحاجات دي كلها لوحده. فانا يهمني ان انا اعمل الباك كويس، ان هي توصل تدخل جوه الاوتوكلاف وتتعقم مظبوط. جميل. تعالوا نتفرج على فيديو كده للباكينج. ده فيديو للباكينج، استنى نجيبه. بنفرد الفوطه الاول. الباكينج دايما بيبقى
بدبل باكينج يعني بفوطين فوق بعض، بنفردهم بيكون شكلهم مربع او مستطيل. المربع بيكون اسهل شويه في الباكينج، بس اللي هتقدر توفره مش هنفرق الموضوع خالص. بنفردها الاول على مكان نظيف بعد ما اتغسلت كويس ونشفت، لازم تكون دراي تماما والادوات دراي. بنفرد الباك وبنحط الادوات اللي فيها. اول حاجه بتتحط هي اخر حاجه انا هحتاجها في العمليه، واخر حاجه هتتحط هي اول حاجه اول ما هفتح الباك انا محتاجها. اول ما حاجه انا محتاجها هي الفوط الدريبس اللي هتتحط على الحيوان، يبقى انا محتاج اول ما افتح الباكينج اشيل الفوط اللي على طول احطها على الحيوان والاقي الادوات بتاعتي. هنشوف كده رص الادوات ليه كذا طريقه. ممكن الطريقه دي سهله وبسيطه، احط الادوات وبس كده بحيث ان الموضوع يبقى متناسق. اهم حاجه ما تبقاش ولا كلامب مقفول، كل الكلامبس تبقى مفتوحه علشان الجوز والسيرفس كلها تتعرض للضغط والبخار والحراره العاليه علشان تتعقم كلها، ما تبقاش حتت وحتت يعني. بتتحط الادوات كده بالشكل ده. انا ما بحبش قوي السيستم ده، احنا بنرصها بطريقه تانية، مرتبين الادوات الجراحيه بس مش هتفرق كتير. جميل، هي رصه الادوات. وبعد كده بتتاكد، بتحط بقى بعد كده التامبونز او اللابراتوري سبونج اللي انا هستخدمها اللي هي القطن دي. جميل، المفروض بنبقى عارفين عددهم علشان وبنبقى مثبتين العدد علشان في اوضه العمليات قبل ما بنخيط بنبقى نتاكد ان العدد كله موجود معانا. بعد كده الدريبس بتتحط اخر حاجه خالص بالترتيب للجراح نفسه اللي هيشتغل عارفه، علشان كل واحد يبقى عارف. وده انديكيتور بيتحط علشان يعرفني الستيم والدرجه الحراره وصلت للديب في النص ولا لا. لو فتحته ولقيت الانديكيتور ده ما اتغيرش برمي الباك دي يبقى ما اتعقمتش كويس وبناخد واحده غيرها. ممكن نستخدم بداله علشان ده ما لقيتوش هنا في مصر، ممكن نستخدم بداله الشريط بتاع التعقيم، التيب بتاع التعقيم اللي احنا بنلزق بيه في الاخر، نحط حته منه جوه. بعد كده بناخد اول كورنر ونشده كويس كده ونرجع بيه تاني اهو، هي تقعد تتني كده بحيث ان هو يبقى ليه ودن كده صغيره نعرف ايه نمسك منها ونفتح بيها. وبعدين ناخد الجنب يمين وشمال نفس الفكره ونظبط كويس قوي، بنحاول على قد ما نقدر ما يبقاش فيه الجزء الاجزاء المتكسره دي والتنايات علشان الستيم يعرف يعدي بسهوله. وبعد كده ناخد الجنب الشمال، وبعد كده ناخد الجزء الامامي وندخله في المنطقه دي في الانفلوب ده، ونسيب الطرف بتاعه طالع علشان يتفتح منه. دي كده الفيرست ايه راب. الدبل رابنج بقى السكند لاير، هي فلتت منها تعدها تاني. السكند لاير نفس الكلام برضو، نعدلها كويس قوي تبقى بجنب كده، وناخد اول كورنر نلفه كويس ونفرده كويس نرجع. دبل رابينج لو انا هعمل العدة ومش هعمل عملية حالا اول ما تطلع من الاوتوكلاف، وده الغالب ان احنا بنعقم ادواتنا بتبقى محطوطة على الرف، فما تتشالش عدة بسنجل راب، ما تتشالش ولو يوم حتى سنجل راب، ما تنفعش تطلع من الاوتوكلاف سنجل راب، تطلع من الاوتوكلاف تتفتح على طول على ترابيزه الجراحه وكده خلاص دي خلاص. بعد كده تعمل اللي هو بيسموه تيب التعقيم او الانديكيتور ده، وبيكتب عليه الديت ونوع العده. لازم تعمل ايدنتيفيكيشن كويس لو انت شغال في مكان وعندك كذا ست. يعني عندنا ست مثلا للتعقيم القطط، وست لتعقيم الكلاب، وعندنا ست لفول سيرجري، وعندنا ست تانية لفول سيرجري كناين، وعندنا ست لعظام، وعندنا ست لكسور، وعندنا ست لمفاصل وهكذا يعني. وده بيدخل في الاوتوكلاف كده على طول، يا اما بنحطه في درام، ما عندناش الاوتوكلافات دي غاليه جدا، بتحطه في الدرام الحله دي وتقفله وبعد كده تدخل جوه الاوتوكلاف. ده كده ايه الباكينج بيبقى. لو عايزين نشوفه تاني انا ممكن اوريه لكم بسرعه اسرع شويه عشان بس الوقت، انا عندي كلام كتير جدا النهارده محتاجين نقوله، مش عايزين نطول الوقت عليكم. نرجع تاني بسيط، اهي بتحط الادوات جميل، وبعد كده بتحط عليها القطن اللي هي التامبونز، بعد كده بتحط دريبس، وهنبتدي ناخد وطبعا الانديكيتور بتاع الستيريلايزيشن، وبعد كده ناخد الكورنر اول كورنر
ونتأكد إن مفيش أدوات طالعة وبارزة منه علشان ما تبقاش مبوظة شكل الباك. ناخد الكورنر ونشده كويس ونسند بإيدينا ما تبقاش متفكش، ونقفل وناخد يمين وشمال. الجراح وهو بيفتح، هورجها لكم دلوقتي، بيمسك بقى من الأجزاء من جزء الطرف ده وبيفتح بيه، سواء أنا بفتح لنفسي وأنا متعقم أو ممكن أسيستنت يفتح لي وهو مش متعقم. أهم حاجة إن هو ما يلمس السيرفيس الداخلي للفوطة اللي هو هيبقى السطح بتاعها عادي. ودي الدبل راب. ما ننساش نكتب على التيب من بره ايدنتيفيكيشن للباك دي، علشان بعد ما هيتعقموا هنبقى واقفين مش عارفين مين فيه ايه. واصلا الليسته اللي جنبها دي المفروض برضو تبقى موجوده عندنا كلنا، بنبقى كاتبين فيها السيرجيكال باك نمبر 1 مثلا، في اجزاء القطع اللي فيها ايه، علشان لو انا واقف في اوضه العمليات ومحتاج اداه معينه محطوطه في العده دي بس، ابقى عارف ان ما نقعدش نفتح كل حاجه ومش عارفين هي فين، ابقى عارف هي مكانها فين بالظبط. جميل. هندخل بعد كده للستيرلايزيشن، ده ملوش فيديو. عندنا اهم خطوتين واهم وسيلتين للتعقيم واشهرهم على مستوى العالم، هما الهيت ستيرلايزيشن، التعقيم بالحراره. الهيت ستيريلايزيشن ده بنستخدمه يا اما هوت اير اوفن اللي هو الفرن العادي خالص، الفرن اللي بيطلع حرارة، بنعقم بيه الادوات المعدنية فقط اللي مش شارب ايدجز، يعني ما ينفعش نعقم بيه مقصات، ما ينفعش نعقم بيه الاوستيتومز الشارب ايدج لان بيبوظ الشارب ايدج ده على طول من الحرارة الزايدة. بنحاول ما ينفعش طبعا لحاجات كتير جدا بعد كده، لا بلاستيكات ولا قماشات ولا اي حاجه خالص. فانا مش عارف ايه ريزد هاند دي اللي بتطلع، بس احنا خلاص هنخلص جزء ستيريلايزيشن وناخد شويه اسئله قبل ما ندخل على سكرابينج وجاونينج جلوفينج. فبنستخدمه في الغالب زي ما قلنا للادوات الميتاليك كلها، بتتحط في راك او في صندوق او في علبه ستانلس وبتتقفل عليها، بتدخل درجه حراره 200 لمده نص ساعه او درجه حراره 220 لمده ثلث ساعه. فهي انا بخليها 220 لمده نص ساعه، يعني مينيموم نص ساعه، وممكن احنا كمان بصراحه بنسيبها لساعه كامله زياده تاكيد علشان نبقى ضامنين. الاكتر احسن اكيد من الاقل، يعني فانت مش وكده كده الادوات مش هتتاذي فيها يعني، فالوقت الاكتر افضل. واحده غير ان احنا من وقت للتاني بنعمل كلتشر سنسيتيفيتي مساحات عند الدكتور احمد سمير، من الادوات اللي اتعقمت في الفرن، من الادوات اللي اتعقمت في الاوتوكلاف، ومن الجوانتي الجراحي، لاني احيانا بتجيلنا جوانتيات جراحيه متعبيه تحت السلم مش معقمه. فاحنا من وقت للتاني اي نوع جديد لازم بناخد منه مسحه قبل ما نبتدي نشتغل بيه. انا بعمل كده يعني، ما اعرفش بقى في حد بيعمل كده ولا لا، بس علشان ما نحصلش من مشاكل. في مره كان في جلافز جراحي مصري وكان مش معقم تماما، كميه كلتشر كان طالع فيه رهيبه يعني، ما كانش حاجه كويسه يعني، الحمد لله ما كناش استخدمناه يعني. فلازم نعمل الخطوات دي من وقت للتاني. انا يعني كل 6 شهور تقريبا بنعمل ايفالويشن للاوتوكلاف والفرن بتاعنا، بنطمن ان الحاجه بتاعتنا كويسه. يا اما بستخدم الوسيله الثانيه في الهيت ستيريلايزيشن اللي هي عن طريق الاوتوكلاف اللي قلنا عليها، درجه حراره 121 لمده وبي اس اي 15 لمده ثلث ساعه. ثلث ساعه من ساعه ما نوصل للتمبريتشر والضغط ده، مش ثلث ساعه من ساعه ما نحط الفيشه، علشان الجهاز على ما بيوصل لدرجه الحراره دي والتمبريتشر والضغط ده البي اس اي ده بيكون حوالي فات من ربع ساعة لنص ساعة على حسب الجهاز نفسه يعني. فده ممكن يتحسب غلط، فاحنا بنشغله وبمجرد ما يبتدي 121 بيوصل للمؤشر بتاعه وبيبتدي يطلع الضغط الزايد الجهاز الاوتوكلاف، اول ما يبتدي يطلع صوت بنحسب التلت ساعة اللي هيشتغلها. جميل. وبنسيبه زي ما قلنا تلت ساعة، وبعد كده بنطفي، وبعد كده بنطلع الادوات نسيبها في الهواء نقدر نستخدمها في خلال 15 يوم.
لو بعد 15 يوم بيعد التعقيم تاني عادي خالص، مش لازم نفتحها ونفكها طالما ما استخدمناهاش، ممكن تدخل تتعقم تاني على طول. نغير بس الايه التيبس اللي عليها علشان لو لما تتعقم نعرف ان هي اتعقمت، ما نبقاش ايه ما اتعقمتش وهي عليها التيب القديم اللي كان متعقم من زمان. ناخد شوية أسئلة، أتمنى طبعا يا ريت تساعدونا بالمايك. دكتور محمد بقى ودكتور محمد شكرا طيب تحب، بص يا دكتور احنا هنفتح للزملاء يعملوا ريز هاند ماشي، واللي انت ونفتح لهم الصوت تمام. اوكي اوكي ماشي. الان سؤال للدكتور محمد، جالاكسي اس 10 اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بشكر الدكتور محمد على وعليكم المحاضرة السلام. الجميلة دي، وبشكركم كلكم على نتعرف المجهود معاك الطيب. يا دكتور، ألو؟ أيوه معاك. نتعرف بحضرتك. مين يعني مين اسم حضرتك؟ أنا اسمي الدكتور خالد عبد الرحمن. يا أهلا يا دكتور. مين شغال فين يا دكتور خالد؟ يعني شغال في القاهرة يا فندم. ألو؟ أيوه معاك، اتفضل. أنا بشكر الدكتور محمد على المحاضرة القيمة دي، وبشكر القائمين على الويبينارز دي. أنا بس كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة للتعقيم بالبيتادين. حضرتك قلت إحنا بنعقم في مصر بالبيتادين الأزرق، هل في حاجة تاني غير كده وليه مش موجودة في مصر؟ وكنت بسأل برضو حضرتك، هتكلمنا عن خطوات التعقيم، هل إزاي أتأكد إن مفيش سيبسز في غرفة العمليات؟ ومتشكر جدا لذوقك. ماشي يا دكتور خالد. بص، اولا التعقيم بالنسبه للبيشنت بريباريشن او للسيرجن نفسه اللي هو السكراب اللي هنستخدمه هنتعلمه، احنا عندنا تو اوبشن على مستوى العالم بس، ليه؟ البوفيدون ايودين اللي هو البيتادين، او الكلورهيكسيدين. الكلورهيكسيدين انا مش لاقينه في مصر، مش متوفر في مصر. هو احسن في حاجات والبيتادين احسن في حاجات. ان جنرال الكلورهيكسيدين هو الافضل، بس في حاجات معينه ما بينفعش فيها زي مناطق اللي حوالين العين والجفون والمشاكل دي، بالاضافه ان هو ما بيسيبش اللون البني والتنت والبهدله بتاعه الفوط والحاجات دي كلها. بس لو موجود هنستخدمه طبعا، لو مش موجود البيتادين شغال بكفاءه، بقالي 18 سنه بشتغل بالبوفيدون ايدين، ما فيش احسن منه يعني. دي اول نقطه. معلش السؤال الثاني كان ايه؟ بالنسبة للشك في السيبسس في غرفة العمليات ذات نفسها، مش بتكلم على الجلافز ومش بتكلم على الأدوات، أنا بتكلم على غرفة العمليات. طبعا هو مش متاح لكل الناس إنها تشتغل عندها غرف فيها هيبقى فلترز وما إلى ذلك يعني. لا بص، هو ده ما حصلش، انا ما شفتوش بره يعني، حتى ده بره ما حصلش. بس اوضه العمليات عموما ليها لازم يكون ليها نظام تعامل مختلف معاها. اول حاجه، اوضه العمليات دي ما بتتكنسي اصلا، يعني المقشه دي نفسها ما بتدخلش في اوضه العمليات. عمليه الكنس دي بتطلع اللي في الارض على فوق. وحتى في الابحاث الاخيره اللي اتعملت على الكورونا والكوفيد 19، لقوا ان الفيرال كلتشر والبوبيوليشن تيتر كان عالي جدا في الارضيات، اكتر من المناطق اللي الباسكت مثلا، اكتر من المناطق السراير نفسها بتاعت المرضى المعزولين، لان دايما البارتيكلز بتنزل على الارض بتقعد فيها. مع ان في المناطق العزل اللي اتعمل فيها الابحاث دي كانت الدكاتره ما بتدخلش الا باوفر شوز وتعقيم 3 مرات في اليوم وقصص كبيره، فدايما الارضيات بتبقى فيها كل حاجه، فاحنا مش عايزين نطلع من اللي في الارض ده يطير تاني فوق في الهواء حتى لو بنعقم بشكل مستمر. الارض بتتمسح مينيمم، يعني اوضه العمليات مينيمم نظافه، اقل نظافه المفروض في المكان، تحاول على قد ما تقدر انها ما تتوسخش، بس بننظف لو وقع طبعا بعد العمليه. طبعا دايما بعد العمليات بيحصل بقى في دم وفي حاجات كده، ولاده والحاجات دي كلها، فساعتها دي بننظف، بنستخدم الكلور في الغسيل، وبعد كده ممكن نستخدم الانتي فايرال سوليوشن زي الفيركون والتي اتش 4 والحاجات دي. وممكن لو الاوضه شغالة عمليات كويس يعني بنسيب فيها فورمالين اوفر نايت، سواء بقى اقراص فورمالين بيبقى عامل شكل قرص، هو قرص عادي خالص، بنسيب شوية اقراص على الترابيزة وبنقفل الأوضة 24 ساعة قبل العملية.
يا اما بتتمسح بفورمالين، وده خطر جدا جدا يعني، ده ما انصحش بيها، بس بيحصل برضه يعني، بيحصل حتى في بعض الاماكن. بس انا شايف ان الفيركون او الكلور ده او ده، والفيركون احسن خطوة كافية جدا لتعقيم أوضة العمليات. تمام، أنا متشكر جدا لحضرتك يا دكتور محمد. العافية يا دكتور. شكرا يا دكتور. دكتور طارق، السلام عليكم. تفضل يا دكتور طارق. وعليكم وعليكم السلام السلام. ورحمة الله. دكتور محمد، جزاك الله خير، متشكرين جدا. جزاكم مصلح حبيبي، ربنا يخليك. الله يسلمك. حضرتك، أنا يعني بعمل العيادة جديد هنا عندي في الإمارات، كان عندي الأول صيدلية بيطرية وبعمل دلوقتي عيادة، فأنا كنت عايز بس حضرتك تنصحني أبدأ بإيه. يعني أنا ما يعني عايز أبقى متميز شوية بالنسبة للي حواليا، يعني طب أنا انا هعتذر لكم، انا اسف، انا مش عايز الاسئله تخرجنا بره الموضوع. انا عارف انا نفسي اساعدك والله، ونفسي اساعد الجميع، بس احنا الموضوع اصلا انا بعمله في 3 سيشنز حوالي 9 ساعات البيزك دي، فاحنا مزنوقين في الوقت النهارده والخميس الجاي، فاهمني؟ خلاص اوكي، ممكن انا اتواصل مع اسف حضرتك على والله، الواتس، مفيش مشكلة. عينيا والله، عينيا على الواتس وعلى الفيسبوك، ما فيش اي مشاكل يعني. الاكونت بتاع الدكتور محمد نبيل والدكتور محمد اشرف كانوا حاطينه في الاعلان بتاع طيب الشغل. اوكي، شكرا دكتور، شكرا. عفوا. تمام. خلينا في الموضوع بتاع السيشن يا دكاترة لو سمحتوا. ايفون. الو. ايوه ايوه اتفضلي يا دكتورة. اتفضلي يا دكتور. دكتورة سامعين. حضرتك كنت قلت يا دكتور على الزمالة في الجراحة دي، حضرتك ممكن نعملها ازاي؟ الزمالة دي ممكن نقصد بيها التدريب، يعني احنا لما بنسافر بره ما بتطلعش حاجة اسمها كده تدريب رايح اتدرب في مكان، يا اما بعمل انترن يا اما فيلوشيب لو بره مصر. لو جوه مصر ان انا انزل في مكان هنا تدريب، ممكن اخد في اماكن كتير جدا هتوفر لي تدريب فترة مؤقتة مش بيد، فترة ممكن توصل شهرين 3 4 6، بعد كده ممكن ابتدي امسك وظيفة بمهام قليلة، مش لازم زي ما بيحصل للاسف مع معظم زمايلنا الصغيرين، اول ما بيدخلوا بيبقى نفسه ليه ما بعملش، ليه ما بعملش، ليه انا عايز ادخل. لا، اتعلم الاول، خدها ستيب باي ستيب، ما تحاولش تنط خطوه، لان انت عمرك الخطوه اللي فوتها ما هترجع لها، مش هتعرف ترجع لها، تقع. فناخدها، ناخد كل الخطوات اللي تحت علشان فوق يعتبر الخطوات بقت قليله، بس اللي تحت كتير. لو انا وصلت فوق وفي 3 4 خطوات رايحين مني تحت، لو انا كبرت واسمي كبر وبقيت عندي سنين خبره وحاجات كتير، وما عنديش النقط اللي احنا بنتكلم فيها دي النهارده، ال4 نقط الاخرانيين دول، انا عمري ما هعرف انزل لهم تاني، وهفضل طول عمري عمال اعمل عمليات قلب مثلا مفتوح واحنا ما بنعملش كده. فنستغل كل حاجه من تحت خالص، ودي الزماله اقصد بيها يعني. بس انا سميت المسمى بس اللي بيتسمى بره مصر يعني، علشان بس معاك فيلوشيب دي حاجه مدفوعه الاجر، ليها شروط طبعا معينه بنقدمها في الجامعات الاوروبيه هي الاوروبيه اكتر يعني، بس موجوده في اسيا وموجوده في امريكا، بنقعد حوالي 3 سنين، وبعدين على حسب بقى حاجات تانية كتير يعني، ممكن نكمل بقى بعد كده دراسات معينة وكده، الريكوجنيشن زي الحمد لله اللي أنا خدتها كده يعني. طب تمام. ودي أنا أقصد في مصر بدخول عيادات ونستمر فيها. انا قصدي الزمالة بقى اللي بره دي، يعني نوصل لها منين؟ ايه الحاجة اللي نبدأ نوصل لها عن طريقها؟ يعني مكان معين نبحث فيه، موقع معين؟ ده بتيجي هي ليها شروط بت... كتير يا دكتورة وليها قصة كبيرة. يعني اه أول لازم تبقى اللغة عندك بتاخدي فيها سكور كويس، وبعدين بتاخدي تدريبات نظري وعملي. يعني دي محتاجة سيشن كاملة برضو، عشان خاطر ما يعني ما نقدرش إن إحنا مش هيقدر الدكتور محمد يلخصها لك في 2 أو 3 دقايق. لا، دي عايزة شروط كتير، منهم أول حاجة خالص حضرتك بتحددي أنت رايحة فين الأول، وتذاكري اللغة بتاعة المكان اللي انت رايحاه كويس، وبعدين تجيب فيها سكور كويس تقدمي في السفارة. ليها قصص كتير يعني، بالظبط، وتدريب نظري وتدريب عملي وامتحانات نظري وعملي. وفرص بقى يعني ومراسلات يعني، برضه بتبقى فرص ان واحد يجي له كورس. يعني
ممكن نجيب حد من زمايلنا اللي عنده المعادله دي يعمل لنا سيشن عنها ان شاء الله مره إن شاء ثانيه. الله. تمام. تمام دكتور، شكرا جدا. شكرا يا دكتوره. دكتور عمر زكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا دكتور. انت دخلت يا دكتور. افتح المايك تاني يا دكتور عمر. اوكي تمام. انا عمر زكي، طالب في بيطري المنصورة الفرقة الخامسة. ان شاء الله اتخرج السنة دي يعني. اهلا بيك يا دكتور. الله يخليك. بالتوفيق، ربنا يقويك. الله يكرمك. بعد ذلك يا دكتور، كنت عايز بس اسال حضرتك على حاجه حضرتك قلتها في بدايه السيشن. حضرتك قلت ان انا، حضرتك سامعني؟ سامعك. ان انا اقدر منين، ازاي اقدر اوصل للريسيرشز الجديده عن موضوع معين، وازاي حضرتك كنت قلت ان انا بدخل اشوف اراء الدكاتره عن عمليه معينه، اشوف اراء الدكاتره قالوا على العمليه دي، فانا ازاي اقدر اوصل للكلام ده، سواء الريسيرش الجديده في موضوع على موضوع معين او اراء الدكاتره زي ما حضرتك قلت. بص يا دكتور، جوجل دلوقتي ما بقاش في حاجة مستخبية عليه. يعني لو وريتك كده مثلا، ده مثلا ده هيفتح ده دلوقتي، ده استنى انت مش هيبان لك ده، صح؟ بص يا دكتور، ده بحث مثلا معمول على ال disorder of the tarsus in the dog. ماشي؟ بيتكلم على التفاصيل دي، ودراسة بحثية اتعملت، ممكن دي تكون قديمة، مش فاكر بالظبط التفاصيل، سنة 87. الدراسة دي اتعملت سنة 87، يعني اتعملت في الإصابة دي مثلا، وفي الإصابات دي وطرق التعامل معاها وهكذا. الدراسة دي، معظم الدراسات البحثية دي هتلاقوها متوفرة مجانا وموجودة. يعني بعمل سيرش على جوجل باسم المشكلة اللي أنا فيها، بعمل سيرش عادي خالص. يعني أنا اوكي، مثلا، انا اللي اقصده يعني مفيش سايت مخصصة للحاجات دي. ما هقول لك بقى، بص مثلا نعمل نيو كده تاب، وبعد كده نكتب مثلا عايزين ندور على مثلا ديجنريتيف degenerative myelopathy. ماشي؟ هيجيب لي مشاكل. هو اشهر، هو مرض اشهر، هو في البني ادمين وفي الحيوانات، بس هو اشهر في الكلاب مثلا. جاب لي كل الارتكل او كل المقالات والمواقع واللي اتكلمت عنه، ما فيهاش اي حاجه يعتبر بحثيه مش ظاهره قدامي، ولا حتى الويكيبيديا ده ما افتحوش اصلا. جميل. علشان اخد معلومه منه بحثيه، بقوم كاتب جنبيه اسم مجلة من المجلات العلمية زي NCBI مثلا، فهيطلع لي أول حاجة Canine Degenerative Myelopathy، دي أرتكل اتنشرت سنة 2010. بعدين Degenerative Myelopathy على NCBI برضو سنة 92. وبس، خلص انت بس اللي تلاقيه. يعني انت شو، انت مش متخيل انت هتلاقيه في كل توبيك انت هتدور عنه. جميل. دي سنة 2013، دي من الحاجات الحديثة. الرول اوف في جلايا ان كاناين ديجنريتيف مايلوباثي، دي سنة 2019، دي لسه السنة اللي فاتت، دي من الحاجات الحديثة جدا. جميل. جمع الحاجات دي قديم وجديد، مش علشان هي قديمة. انت لو لاحظت اللي انا فاتحها بالصدفة دي، كنت حاجة انا براجع منها حاجات من 87، ممكن يكون حاجة من سنة 50 ولسه لغاية النهاردة هي دي الميجر والمين تريتمنت بلان بتاعنا. جميل. احيانا هلاقي مقالات او ارتكل مش مجانا، مقفوله بفلوس. يعني دي مش كامله، اهي دي مش مجانا. فبنعمل ايه؟ يا اما بنشترك، وده الاشتراك ده بيبقى غالي، يا اما في حركه مش لطيفه بس كل البحثيين في العالم كله بيعملها، ان احنا ناخد رقم الدوا نمبر ده، اللي هو ده هتلاقوه في كل بحث لازم بيبقى مكتوب الدوا نمبر دي او اي. بناخد ده كوبي وبندخل على موقع اسمه ساينس هاب، انا كنت فاتحه في الاول ده، او اس سي اي داش هاب، اكتبه في جوجل كده بس هيجيب لك، عشان الموقع ده بيتغير كتير الامتداد بتاعه، مره دوت اورج ومره دوت اي اكس اي ومره دوت ار يو، كل يوم انت اكتب بس ساينس هاب كده، وهيقول لك دخل الدوا نمبر في الصفحه الرئيسيه، بتقوم حاطه اهو كده، بتقوم حاطط هنا كده بيست،
لا سوري. المهم بتحط بيست الرقم اللي احنا طلعناه وتدوس انتر، بيقوم جايب لك البحث كامل زي ما اتنشر في المجلة. جميل، تقراه وتستفيد بيه، عايز تسيفه عندك، عايز تحوله لبي دي اف وتسجله من هنا، براحتك اللي انت عايزه خالص. خلاص اوكي تمام. ممكن حضرتك تقولي على كذا ماجازين عموما يعني اجيب منها المقالات ام سي بي اي غير ام سي بي اي؟ وساينس دايركت، ساينس دايركت ولانست، دولت اشهر ثلاثة. بس ان سي بي اي دي والباب ميد هم دولت الكبار قوي يعني. خلاص متشكر جدا لحضرتك يا دكتور. العفو يا دكتور. يا دكتور ايباد 2، ايباد مساء الخير يا دكتور. اي دكتوره اتفضلي. اولا بشكر حضراتكم جدا على السيشن. شكرا يا دكتور. بشكر. معلش يا دكتور سؤال يعني غريب شويه. هو انا خريجه بعض الجامعات اللي كانت اغلب شغلها واكتر شغلها حتى السكيشن يعني بندردش كده، ففي حاجات بس احنا عارفينها يعني انا مش عارفاها، زي مثلا الخيوط الاناتومي، في حاجات كتير جدا الاناتومي، فمش عارفه في امل ولا لا بصراحه، او ابدا منين او اعمل ايه مش عارفه. في امل، كلنا عدينا بالمراحل دي، وكلنا عدينا. احنا زمان الكليه اللي احنا درسناها انا والدكتور محمد نبيل، احنا دفعة واحدة، ما مش ده اللي بيتدرس دلوقتي خالص في الأقسام كلها. في جديد طبعا، كل سنة في جديد في الطب عموما وفي العلوم كلها عموما. بس هي الفكرة كلها زي ما قلنا، حتى يعني خريج كلية تجارة برضو بيتخرج من الكلية مش عارف يشتغل، ولما بيروح مكتب محاسبة ما بيفهمش حاجة وبيتعلم من أول وجديد، لأن ده الطبيعي. بس ما ينفعش واحد خريج كلية أداب بيروح مكتب محاسبة هي مش هيفهم حاجة، مش هيفهم في التدريب أصلا. جميل، فهو ده اللي احنا استفدناه، هو ده اللي احنا خدناه من اساتذتنا في الكليه، ان هم حطوا لنا القواعد اللي نعرف نكمل عليها، من غيرها مش هكناش هنعرف نحط التكمله دي. الموضوع بياخد وقت وصبر ومحاولات طول الوقت والنهار، ما ينفعش نبطل، ما ينفعش نفوت فرص، نتعلم كتير جدا جدا، نقلل على قد ما نقدر ان احنا نجرب، نتعلم كتير اكتر من التجربه. وهتلاقوا وخصوصا اليومين دولت عكس زمان ايام ما بدانا، في كتير، في زملاء كتير، وفي خلاص بقى في علم. احنا زمان ما كانش في عظام. اول وانا بتخرج تقريبا كان الدكتور خالد فرج بدايه العظام في مصر، يعني كانت حاجه بسيطه جدا جدا. دلوقتي الموضوع بقى عنيف قوي، يعني بنعمل حاجات متقدمه متخيل يعني ما حدش يتخيلها. فهو الموضوع بياخد وقت، وما نستعجلش، اعملي اللي عليكي، كل فرصه تلاقيها تعلميها، اي حاجه جديده تشوفيها قدامك تخص المجال، اي كتاب حلو افتحيه اتعلمي. القراءه الواحد لوحده مش معلمه كويس، لان دي نسبه قليله جدا من البشر عموما في العلوم كلها، مش في الطب بس، اللي يقدر يفتح كتاب ويعلم نفسه من نفسه. يعني فيه لازم يكون في مرجع، وزي ما دكتور سيد عاشور دايما يقول لنا لابد يكون ليك شيخ. وفي مقولة برضو مشهورة بتقول لا يؤخذ الصحفي. دكتور محمد، يا دكتور محمد الصوت فصل، غير الصورة فصلت. طيب أنا أتواصل مع الدكتور محمد.
وهي ادخل تاني دلوقتي دكتور محمد. دي واحدة بس تمام. نفتح لدكتور كمال كده لحد مع الدكتور صف. معلش انا بعتذر عن القطع اللي حصل علشان ال اقول ايه ممكن دكتور. معلش كان السؤال معنا ايه؟ معنا دكتور كمال. اتفضل طيب. دكتور كمال. دكتور كمال ايوه السلام عليكم سامعني؟ اتفضل يا دكتور. ايوه سامعني حضرتك؟ اي يا دكتور صوتك واضح اتفضل. اتفضل يا دكتور كمال. دكتور كمال طيب لحد ما نشوف دكتور كمال. كان في حد باعت سؤال بيقول ممكن اعقم الادوات الجراحيه بالبتادين. انا كنت مستني السؤال ده بصراحه. يعني دكتور احمد محمد حمدي دي كارثه بتحصل ما ينفعش تحصل تماما. موضوع البتادين على الادوات الجراحيه ده دي مش وسيله تعقيم نهائي. البتادين ده انتيسيبتك نستخدمه على اللايف تيشو ما يستخدمش على الان انيميت. يعني مش هنعقم ترابيزه بتادين مثلا مش يعني ما فيش الاوبشن ده. دي على السيرجيكال فيلد في الحيوان يا اما على الجراح. ليه بقى؟ اول نقطه واقوى نقطه في الموضوع ان البتادين بيتفاعل مع الميتالز
بيطلع هو اصلا بيعمل فيها اكشن اسمه الكيليشن. الكيليشن ده بياخد ذرات معينه بشكل كيميائي كده معين، فبيعمل طبقه على الانسترومنتس بتاعتنا، بالاضافه ان هي بتبوظها، بتبوظ الادوات بغض النظر عن عمر الادوات. احنا بنتكلم في الجزء الشق الجراحي نفسه والتعقيمي، فهي بتفصل كمان القيمة اللي هي بيشتغل بيها البتادين على المايكرو أورجانيزم، فبالتالي ما بيعقمش الأدوات، ما بتنضفش تماما. ده يعني كان في بحث مرة اتعمل ان قارنوا البتادين بغلية شوية الأدوات كده في المية، لا البوبيوليشن في الغلية أقل شوية من البتادين اللي محطوط على الأدوات، وإن كان الاتنين دول الطريقة مش طبية طبعا. يعني نغلي الأدوات دي علشان حاجات بسيطة، علشان نحلق مكان بعض، مش عارف ايه الكلام ده، لكن موضوع تعقيم للجراحة مستحيل يحصل بالبتادين على الأدوات. لازم هيت تريت أو كيميكال تريتمنت. الكيميكال تريتمنت حاجات مش متاحة زي اللي بتيجي جاهزة في السرنجات مثلا بالإيثيلين أوكسايد، وزي الأدوات والأساطر والحاجات اللي بتيجي كلها جاهزة، والجوانتيات دي بتيجي بمكان كبير بيطلع إيثيلين أوكسيد بيعقم الأدوات علشان تدخل الجراحة، اللي هو الكيميكال تريتمنت. ومن ضمن الكيميكال تريتمنت برضو الفورمالين جاز، بس اللي سهل والآمن استخداماتنا في الشغل فرن. هات لو الحاجات دي غالية شوية، الفرن العادي خالص بتاع البيت، بس تظبط درجة الحرارة على 200 لمدة ساعة خلاص. تمام؟ في اسئله تاني؟ تمام يا دكتور. دكتور كمال انت لسه معانا؟ ايوه اتفضل يا دكتور. ايوه مع حضراتكم. ايوه حضرتك سامعني؟ اه يا دكتور. دلوقتي هو السؤال متعلق شويه بالسؤال بتاع الدكتور اللي كانت بتتكلم من شويه. تمام. دلوقتي حضرتك الجراحه كشغل، تمام، ايه المواد اللي يكون خدها في الكلية أو خدتها في الكلية؟ أنا خريج من 7 سنين حضرتك، خدتها في الكلية، يعني مثلا التشريح محتاج اللي أنا أذاكره وأعرفه كويس. تمام. هل مثلا الفارما محتاج برضو أخد يعني قراية في الفارما أو أذاكر الفارما تاني أو ألف عليها تاني؟ هل مثلا الصحة كتعقيم كحاجات اللي بستخدمها، هل في مواد تانية حضرتك تنصحني اللي أنا أقرأ فيها كتب؟ بص، الدراسة بتاعتنا في الكلية كانت دراسة هنسميها تمهيدية، اللي هي حضانة. دي كانت الحضانة، المناهج حتى دي مناهج الحضانة. ما ينفعش نخليها مرجع دلوقتي وانا داخل الجامعة يعتبر يعني. فأنا خلاص في المجال وفي الشغل وفي في الدنيا كلها دلوقتي المفروض فتحت قدامي، فمش دي مرحلة عدت علينا، حطت لنا شوية أساسيات محتاجين حاجات تانية منها. ده بالإضافة إن في حاجات خدناها ممكن تكون تعمق لمجال تاني أو دخل في تخصص تاني غير التخصص اللي أنت دخلت فيه. يعني لو رجعنا للمايكروبيولوجي هتلاقي ده من أحلى الحاجات اللي احنا درسناها، وعلم كبير جدا وجميل جدا، ودرسنا فيه حاجات كتير قوي. دلوقتي تلاقي نفسك مش محتاج كل ده، الا لو انت شغال مايكروبيولوجيست وحاجه تختص بكل ما يخص البكتيريا والمايكروبيولوجيات والمايكوتكس كلها. لكن في شغلنا هنا انت مش محتاج كل ده. برضو في الارثروبود انت ممكن تبقى محتاج اللايف سايكل بتاعت حاجات، شويه حاجات معينه هتفيد معاك في التكس، في الفليز، مش عارف ايه، في بعض النيماتودز والتريماتودز، لكن مش محتاج كل العلم ده. فمنصحش بصراحة ان احنا نرجع تاني لحاجات بتاعت حضانة. في حاجات دلوقتي متقدمة جدا، انت دي اللي انت محتاجها دلوقتي، انت محتاج ما يخص مجالك، ما تبصش في غيره. ففي مراجع كتير، مراجع جراحية، مراجع طبية، مراجع بحثية حتى لشغلنا. فده اللي انت المفروض تبتدي تمشي بيه دلوقتي يعني. سيبك من مناهج الكلية، خلاص ما كانت مش وقتها دلوقتي يعني. تمام يا دكتور، نكمل ولا انت؟ نكمل. نكمل طبعا، نكمل ونكمل، واللي عنده سؤال برضه نديله للاخر. تمام. الخطوه اللي بعد كده على طول، ايوه الخطوه اللي عندنا بعد كده على طول هي مين اللي بشخبط؟ يعني لو سمحتوا يا جماعه بس
هو بص من عندك يا دكتور محمد ممكن تعمل خلاص ستوب شلتها انونيز. شلتها حبيبي. دلوقتي الخطوه اللي بعد كده هي السكربنج. خلصنا عملنا ستيريلايزيشن، عقمنا الادوات بتاعتنا، الاول لفيناها كويس وعرفنا ازاي بتتلف وتتقفل كويس، وبعد كده دخلناها في الاوتوكلاف او في الادوات التانية اللي دخلت الفرن. مش لازم يبقى عندي الاثنين، انا ممكن الاوتوكلاف يغني عن كل حاجه في الدنيا، لكن لو عندي فرن بس للاسف مش هعرف اعقم الحاجات اللي هي مش ميتال، مش هعرف اعقم الحاجات اللي فيها خشب زي بعض النفكات اللي مش اخشاب او بتبقى عاج كده شويه، مش عارف اعقم الفوط، مش عارف اعقم سوائل، مش عارف اعقم ازاز، اي بيكرز ازاز ولا اي حاجه خالص مش عارف اعقمها الا في الاوتوكلاف. فالاوتوكلاف يغني عن كل ده، قعدنا سنين بالاوتوكلاف بس يمكن جبنا الفرن ده رفاهيه بعدين فيما بعد علشان حاجات العظام يعني. بس ان جنرال عقمنا وظبطنا الموضوع بتاعنا وجهزنا البيشنت بتاعنا، اتحلق وتجهز وحصل له سكراب هو كمان. نبتدي ندخل على خطوة السكراب للجراح نفسه، وببساطة شديدة قبل ما نشوف الفيديو لازم نفهم ان عندنا بكتيريال بوبيوليشن عايشة على جلدنا سواء نورمال او باثوجينيك، محتاجين ان احنا نقلل البوبيوليشن ده بشكل جامد جدا. طب ما انا هلبس جلافز معقم برضو، دي ضرورة، لان بنسبة كبيرة جدا وانت بتلبس الجلافز احيانا بيحصل عندك سبريد للبكتيريا دي. بنلبس الجلافز بالطريقة اللي هنشوفها دلوقتي، عندنا open gloving و closed gloving. ما يتلبس الجوانتي من غير الطرقتين دولة، الجوانتي الجراحي بس احيانا بيتلوث وانا بلبسه لو انا مش مجهز نفسي متعقم كويس. رقم اتنين، ان احيانا الجلافز بيتقطع في العملية، احيانا بيتخرم، احيانا لو انا بعمل عظام ولا حاجه بيدخل فيه، احيانا وانا بخيط الابره بتبقى قطعه، فدي لوحدها سيبسس، دي لوحدها سيبسس. انا لازم ابقى مستعد. ده احنا في العظام بندخل بدبل جلافز، بنعمل تو جلافز على بعض، وخامه الجلافز بتاع العظام بيبقى تخين شويه علشان نقلل الفرص دي، ومع ذلك احيانا برضو بيتقطع وبتخرم. لو اتخرم واتقطع كارثه، بالذات في عمليات العظام عن السوفت تيشو التعقيم بيبقى كريتيكال جدا. وإن كنا في السوفت تيشو بنعمل سكراب لمدة 5 دقايق، في الأورثوبيدكس في العظام بنعمل سكراب لمدة على الأقل 3 أضعاف، من 15 دقيقة مثلا لازم نعمل سكراب كويس جدا. فأنا لازم أشيل البوبيوليشن على قد ما بقدر، ما بنلغيهاش كمان بس بنقلل البوبيوليشن جدا من تحت الضوافر، من التنايات بتاعت الجلد كده جوه الصوابع بيبقى فيه تنايات من بره ومن جوه لغاية منطقة القلب وهنا الكوع من ناحيتين. لو لابس خواتم، لو لابس دبل، الحاجات دي كلها لازم بتبقى تقلع. الجراح بيتعود، نادرا لما شفت جراح لابس حاجة يعني بره قلت العمليات اوكي، بس في وقت الشغل وهو جاي من الشغل والكلام ده كله غالبا بيبقى مش لابس حاجة خالص يعني، من كتر ما طول النهار المفروض يلبس. فكده الضوافر على طول بتبقى متأثرة ومقصوصة، مفيش ضوافر طويلة ولا أي حاجة خالص. الضوافر الطويلة هتلم تحتها طبعا مايكروبس، وبرضو مش هتتعقم كويس، وفي نفس الوقت هتقطع الجلافز ومش هتدي سنسيشن كويس، وحاجات قصص كتير قوي. ندخل بقى على طول نشوف هو هيبتدي يعمل غسيل لإيده الأول بمية وديترجنت، بمية وصابون عادي خالص، وبعدين نبتدي عندهم هناك برا مصر سبونج جاهز للسكراب، اسفنجة وتفتحها ومعاها نيل بيك لاستيكة صغيرة خالص بينظف بيها تحت الضوافر. احنا ما عندناش دي يعني نفسها، بس احنا بناخد بدايل ليها، بنعمل بدايل، نجيب ديسبنسر اي ازازة بتطلع بتادين، وبتطلع البتادين للسكراب، واسفنجة خاصة جديدة بتتغسل كويس جدا الاول، وبعد كده بتبتدي بتنزل عليها البتادين السكراب وبتبتدي تشتغل بها زي ما هو ما هيعمل دلوقتي. بنتعامل مع ايدينا بالشكل اللي بصوا الشكل اللي هو هيبتدي، الفيديو هيبقى جميل قوي. هنا بيغسل ايده الاول جميل، غسيل الايد بميه عادي خالص وصابون، وبعد كده شطفها من الصابون، بعد كده بيعمل بنرغي البيتادين في الصابونه كويس، او سوري انا اقصد في السبونج كويس،
دي بتيجي جاهزه عندهم بره امبريجنيتد بالمحلول المعقم نفسه، سواء كلوروكسيدين او بيتادين. احنا عندنا بنجيب سفنجه عاديه خالص وفيها جزء خشن برضو، واحنا بنحط عليها عادي مش هتفرق الموضوع ده. جميل. بعد كده نبتدي نعمل الضوافر زي ما هي كده، نقلل السرعه سنه بسيطه. جميل. بنعمل تقريبا كل سايد بنتعامل بيه سكراب حوالي 10 مرات ل 30 مره. هنا بيقول 30 strokes رايح جاي رايح جاي 30 مره، وبعد كده نبتدي ناخد الايد الثانيه نشوف هي هتعمل ايه. خدت بقى بالجزء الطريق ده براحتنا بقى، الموضوع الاوبشن ده الطريق او الناشف يعني، هي خدت السيرفس ده كله. هنتعامل معاها على انها اربع سايدز ماشي كده، خدنا السايد الاولاني وده السايد الثاني. الصوت صعب قوي. جميل. الدورسال سيرفس. بعد كده ناخد الجزء الجانبي بقى اللي هو الصباع ده من جنب، وبعد كده هناخد الصباع ده والمنطقة in between. أهم حاجة لازم نعمل تعقيم لجميع المناطق والتناية اللي في إيديا كويس. جميل. بعد كده تاخد الصباع من الجنب التاني، كل صباع هتعامل معاه على إنه أربعة سايدز. جميل. بعد كده الصباع ده بناخد، أهم حاجة أوصل في الآخر إن في كل مناطق إيدي حصل لها سكراب. دي طريقة، في طريقة ما تلخبطش شوية، ان احنا بنبتدي بصباع صباع، يعني ببتدي بالصباع الابهام من فرصة لو عملت الضوافر عادي خالص اليمين، بعد كده الضوافر الشمال، بعد كده امسك الصباع الابهام الشمال ده وابتدي الجنب ده 10 ستروكس 10 مرات، بعد كده من السايد الثاني 10 ستروكس، بعد كده السايد الثالث 10 ستروكس، بعد كده السايد الرابع 10، بعد كده اخد الصباع الكبير اللي هو ده، وهكذا أربعة لكل سايد منهم 10 مرات 10 ستروكس كده وهكذا. خلصت الإيد دي الصوابع دي، أقوم داخل على الصوابع التانية أعملها برضو نفس الكلام، خلصت العشرة بعد كده أعمل كف الإيد وظهر الإيد 10 ستروكس دي 10 ستروكس في دي، والناحية التانية برضو نفس الكلام. بعد ما بخلص بناخد نص الإيد زي ما هي عملت كده، نرجع تاني باخد نص الإيد برضو أربعة سايدز أربع جناب، والايد الثانيه أربعة جناب، وبعد كده انزل لغايه الالبو اخر أربعة جناب هنا والاربع جناب هنا، وبعد كده ديسبوز الحاجه بتاعتي. جميل. الغسيل بقى بعد كده، انا ايدي دلوقتي كده خلاص سكربت، لازم اشطفها كويس. ببتدي من اول نقطه تتعرض للميه، والنقطه اللي بعدي المفروض ما ترجعش تاني، يعني عديت الميه كده 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 ما ينفعش ارجع لورا، فاتاكد ان انا خلصت بالراحه من غير ما المس اي حاجه حواليا. نراعي بص الايد كويس جدا في اتجاه واحد بس خالص للامام، وافضل رافع ايدي. ما نقعدش بقى ايه نهوى بايدينا وننظر الحاجات دي. بعد كده والايد التانية المفروض تدخل. بص اللمسة دي اللي بوظ كل حاجة، لازم نعيد. اللي يغلط كده انت ما عندكش حد بيراقبك، انت اللي بتراقب نفسك، لو غلطت الغلطة دي عيد من الاول تاني. عندهم الحوض التعقيم ده، ده هم مجهزينه ان هو بالدواسات، بس احنا يا احنا نقفلها بالكوع يا اما حد تاني يكون اسيستنت معانا بيقفل لنا يعني. جميل. ونسيب شويه الميه تخرج بزياده وخلاص كده، احنا عملنا سكراب كويس.
بيقول لك do not shake or wave your hands and arms to remove excess water. الهواء نفسه مش عايزين نجمعه على ايدينا خالص, وممكن نحصل لمس لاي حاجه احنا مش طمنينها يعني. جميل. ادخل بقى على طول على اوضه العمليات, مفيش فرص, مفيش وقت تاني بقى لحاجه تانية خالص نعملها. ندخل بقى في اوضه العمليات علشان نشوف ازاي هنبتدي نلبس الجلوفز والجاون بتاعنا. في ناس بتفتح الكام غصب عنها غلطه, كله يبقى ملاحظ كده شويه اللي مش عايز يطلع على الكاميرا. طيب دي اول خطوه للبس الجلوفز اللي هي الاوبن جلوفز. اوبن جلوفز دي يعني هلبس الجوانتي من غير جاون, الجاون اللي هو البدله اللي بتتلبس بتغطي جسمي من رقبتي لدراعي كله. دي بتستخدم تقريبا في كل العمليات بالاستثناء بعض العمليات او البروسيدجرز البسيطه اللي ممكن استخدم فيها الاوبن جلوف, اللي هو جوانتي بس من غير ملبس معاه جون, زي عمليات السبيو الكاستريشن, الحاجات السريعه الروتين دي اللي هي الروتين سيرجري, فتح الابسس, احيانا جراحات العيون, وان كان جراحات العيون من الحاجات الكريتيكال يعني في التعقيم, بس يعني معظم الدكاتره العيون بيعملوا كده. حاجات السنان, الحاجات البسيطة, خياطة جروح الحوادث أو العض أو المشاكل دي, أي تعامل مع أي حالة عايز تلبس فيها جلبس معقم, تركيب الأسطرة البولية, ميل وفيميل كاتس وميل وفيميل دوجز, يفضل تلبس طبعا جلبس معقم وما تلوثوش يعني, مش تلبس جلبس معقم بعد كده نيجي نمسك الأريا اللي هي مش متعقمة ومش مجهزة وتمسك دي للقطة وخلاص, ما انت لبسته ليه أصلا, بوظت كل حاجة, علشان احنا مش عايزين ندخل بس مايكرو اورجانيزم من بره يدخل جوه للايه لليورينري سيستم ويعمل لي جوه في مشكله. بنفتح الجلوفز زي ما هو كده, في اسيستنت بيفتحه لي او انا بحطه, بيطلع من البيبر بتاعه ويتحط كده ونبتدي نشوف هيبتدي يتلبس ازاي. جميل. هو متقسم طبعا رايت وليفت. بغض النظر عن الديتيلز دي, بيتفتح بالراحه خالص, ما بحاولش المس. Now these sterile gloves need to go onto my clean hands, and what I want to not do is touch the sterile part of the outside of the glove. So if you look here, this is the inside of the glove, the cuff that's folded up, and these are the sterile outsides. So I want to stay away from this part of the sterile field. I'm not there yet. I'm not in this sterile field with which to work if I need to drop anything onto it. What I'm going to do is I'm going to use my right hand first. This is the inside of the glove, so I touch this freely. But you don't want to be touching too much if you can help it. يبقى أنا عندي المنطقة دي المفروض هي دي اللي أنا همسكها. علشان دي اللي مش هتبقى معقمة, السيرفس ده هو ده المعقم اللي احنا هنبقى محتاجينه بعدين. جميل. نكمل. لو حطيناها لتحت كده غلط, لازم نحطها لفوق لان هما تانيين لفوق, حاطين الابهام لفوق. ما بمسكش من المنطقة دي, مش هنمسك من المنطقة دي خالص. بتقول ان الجزء ده خلاص بقى contaminated لان انا مسكته بايدي الشمال. The fingers will be sterile and with gloves, so I can head toward the fingers. Mm-hmm. And if you look here, this is the opposite cuff. خلاص. الجوانتي التاني نضيف بقى خلاص معقم. هيلبس ده من غير ما يلمس الإيد دي. Anywhere near with this hand because this hand is sterile. So I'm going to wiggle my fingers in and I'm kind of pulling up with the glove to make sure it stays away from my skin.
and I mustn't let it snap down because I don't want it to go into the wrong place. Now this is my chance, while still holding the sterile bit, to pull it round. I'm not changing my hand position on the glove, I'm just manoeuvring the glove. And as I let it go, I'm going to make sure that my fingers don't come anywhere near my skin. I'll see if I can get a better angle so you can see. I'm happy with the position now, so I'll just let it go. Then we can come back to the right glove. So the left one is pretty good, I'm fairly happy with that. Now I've got to come back here. Again, I'm going to get hold of this bit from the inside, so this is the sterile side. I know when I put this glove on, I only work from the bottom edge of the cuff here. So I can grasp this quite comfortably. And if I need to, I can use my thumb up at this edge because I will not have gone. I'll lift this down, and again, just folding it down your arm. And I'll keep it this way so you can see. الصباح ده غلطة يعني ما تعملوش زيها. احنا لو شبكنا ايدينا بس من جوه كده من غير استخدام الصباع ده هنعرف نفردها. ما تعملوش الغلطة دي لانه وارد جدا يحصل غلط. And everything on this side of the gloves is sterile. So I can fix my fingers and be happy that these gloves are sterile. ده كده خلاص الopen gloves. من الحاجات المهمة اللي لازم نعملها انا على فكره لسه يعتبر ما اتكلمناش في اي حاجه مهمه نفسي نتكلم فيها, بس الفكره كلها ان دي اساسيات علشان نعرف ندخل في اللي بعد كده المره دي والمره الجايه ان شاء الله. احنا فاضل لنا اقل من ساعه ان شاء الله, هنخلص فيها جزء كويس جدا. بس دي من الحاجات المهمه, على طول اعملوا سيرش واتفرجوا على فيديوهات وانتم ماسكين جلافز معقم وبتلبسوه. هاتوا واحد بس كده حتى وقعدوا ابتدوا اشتغلوا بيه باستمرار علشان تتدرب عليه تلبسه في ثواني. ولازم تبقى مركز كل مرة وانت بتلبس الجلوفز علشان ما تلوش وتخليه مش معقم يعني تبوظ التعقيم بتاعه. نرجع تاني لاخر حاجة بقى بعد كده اللي هي الكلوزد جلوفينج بقى اللي هو جاون وجلوف. الكلوزد جلوف ده الفيديو ده هنشوفه, ده مفيش احلى منه, هو طويل سنه 11 دقيقه بس هيعجبكم جدا يعني. اعمل فول سكرين كده واتفرج بقى كويس وركزوا معايا علشان في الطبيعي ان احنا بنقف نعمل الكلام ده كله واحد واحد جنب بعض في اي تريننج بنعمله, ان كله بيكرر. فمفيش عندك حل ان انت دلوقتي تفرد اي حاجه عندك دلوقتي وتبتدي تقعد تتدرب عليه. ممكن انتوا انا كتبت اهو, بصوا السيرش انجن حتى انا كاتب فيه فوق جاونينج اند جلوفينج تكنيكس جميل, وبتلاقي الفيديوهات كتير تتفرج عليها وشوف المناسب لان التكنيكس كتير, هم كذا تكنيك كلهم موجودين حاجات ثابته, مش احنا اللي هنالف تكنيك يعني, مش هاجي الف انا تطبيقه جديده زي كودز كده. الجراح بيبقى خلاص عارف, لو انا روحت اي اوضه جراحه في اي مكان تاني ما اعرفوش هفتح الجراحه عارف ان هي مقفوله ازاي. فالكود ده بيبقى خلاص من الثوابت, بس انت اتعلم وتفرج عليها كتير ونقي طريقة مارس بيها وثبتها وتعلم بيها. نتفرج على هنا. بيفتح بقى الفتحة اللي احنا لفناها من شوية. And there are tabs on the wrap that allow you to grip and pull open without touching the interior part of your pack. So that's our gown. Now I'm going to open the gloves. There's two ways to set out your gloves for surgical gowning and closed gloving. I prefer the method where I open the gloves so that they fall on a sterile field, my gown wrap, like that. Alternatively, you may open up the gloves and unfold the inner wrapping to expose the gloves in this manner. هو بيتكلم كل ده وانت مش معقم ماشي, بس او انت الاسيستنت او انت تفتح لنفسك وتروح تتعقم وتيجي جميل. هو فتح لنفسه الحاجه لو هو ما عندوش اسيستنت. السكراب دخل جوه البنطلون, دي من الاساسيات الجراحيه برضو. هو دلوقتي سكراب. Above my neck and below my waist.
In this pack, there are two towels. Some packs only have one towel. And you'll take the towel, I'm gonna open it up, I'm gonna do so in a way that it doesn't fall and touch any part of the table. مش عايزين الفوطه تلمس في اي حته حوالينا فبنرجع خطوه دايما لما باجي احط حاجه من على ترابيزه العمل بمسكها وارجع خطوه التنشيف بيكون عن طريق اللمس مش مسح كده بيبقى لمس وان كنا راحه في الغالب ما بننشفش يعني بنلبس على طول الجاون وبعد كده الجلوفز يعني. If you have two towels, you can drop the first one. Do not set it down like this. Remember, your hands can't go below your waist. So when you're done with the towels, simply drop them off to the side. وكده خلصنا الشيف وظبط كل حاجة. Next, هيلبس الجاون. I'm going to pick up my gown, and I pick up the whole thing. I don't just pick up one fold of it, I pick up the whole thing. And the way that this is folded, the part that I'm touching right here is going to be up against my scrubs. So it will not be... هنبقى نتعلم في المرة الجاية أو في أي وقت تانية إزاي أصلاً كمان نطبق الجاون لأن لازم يتمسك بالطريقة دي ويتطبق بطريقة ثابتة علشان ما يلخبطش وما نقعدش نمسكه من كذا مكان هو بيمسك كل اللي مسكه ده كله منطقة هتلمس في هدومه مش هتبقى مطلوب انها تبقى معقمه او متطبق بالمقلوب بيفكه بالراحه فشاف المكان اللي بيدخل فيه الكم And now I can see the right armhole. So I can insert that in there. And just moving my arms, my shoulders, I can put my gown on relatively easily. أنا مش بتكلم. أنا مش شغل الفيديو بس. So at this point, now I need an assistant. To tie the back of my gown, a non-sterile assistant. Sally's going to come in. So she's going to find the ties in the back of my gown. بيربط له أبو تربط له الجاون من غير ما نلمس حاجة أكتر من الرباط نفسه وما تعملوش بقى زي ما بيتعمل فينا يتربط الرباط عقده كده وما نبقاش عارفين نفكه بعد ما نخلص العمليات لازم في يونكه كده علشان تبقى فكها سهل برضه جميل again my hands do not extend out of the arms of the gown now I'm going to open my ما طلعش ايده من الجاون خطوه مهمه جدا اوعى نطلع ايدينا من الجاون يبقى بوظنا كل حاجه فتح كده بالراحة برضو ترتيب اليمين والشمال عادي هيمسكه وهيقلبها برضو الممارسة كتير يا جماعة واحنا بنتفرج على الفيديو طول النهار With both my left and my right hands. هيمسك الطبقة اللي تحت بس اهو. I'm opening up the hole in the gown. And what I'm going to do now, using my right hand, I'm going to wrap it over the end of the hole in my gown. So now it's over the end. And what I can do now is push my fingers through. هيحاول بقى وهو جوه الجوانتي صوابعه تبتدي تطلع ويفرد التانية Notice that my pinky isn't in my glove. So what I'm going to do here is I'm going to pull on my glove here a little bit to make it go into that
finger of the glove. خد بالك لسه ما شدناش الكم, مجرد عدينا الصوابع من غير ما نشد الكم. خلاص يبتدي يفرد بقى ولسه الابهام ما دخلش في الصباع, نرجع على قد ما نقدر. Again, I'm doing this all through the fabric of the right sleeve of my gown. You'll also notice that my thumb isn't in. هنسحب له حته صغيره, احنا هدفنا كله نسحب الكف ليدوب بس صوابعنا تعرف تدخل, مش عايزين نرجع كتير. طول ما هو الكف بتاع الجاون مغطي صوابعنا او مغطي كف ايدينا احنا في الامان علشان ما يفلتش منه. تمام, هيلبس الايد الثانيه نفس الكلام, هيقلب برضو الجلافز زي ما هو كده, يقوم منيمه على وشه زي ما هو كده. I'm going to advance my fingers out the end of the gown sleeve, and then I'm going to take this beaded cuff. I'm going to roll it down my arm. I'm going to pull on my gown a little bit to expose my fingers. I'm going to pull on my thumb. بس خلاص. And at this point, my hands and my arms are sterile, so I could advance my fingers into the fingers of the gloves. You want to make sure that there's no fabric cuff that falls below the edge of your glove. مهم جدا, احنا كده خلاص, مهم جدا 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 زي ما قال كده دلوقتي ان ما يبعدش الكف عن الجلوفز. طبيعه الجلوفز بالذات اللي في مصر انه بيتزحلق لقدام شويه, لو انا الكف الجاون مش مغطي لقدام هيفصل, هتلاقي حته من ايدي بقت باينه, باظت البي بي اي اللي احنا عاملينه. دي خطوه مهمه جدا. الكلام ده كله صعب, صعب مش علشان حاجه معقده هي شكلها حاجه تافهه, بس في تريكات كده ما بتجيش الا بالممارسه كتير. على طول افتحوا فيديوهات كتير جدا جدا جدا, على طول افتحوا فيديوهات. على فكره اللي احنا بنقوله ده اختبارات البورد تقريبا في كل البلاد, في كندا وفي امريكا وفي استراليا وفي اوروبا. البورد هو الكورس ده, بيجي يختبر الطبيب الجراح على اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه من اول, ازاي يعمل سكراب وازاي يعمل بريبريشن وازاي يعمل جاونينج وجلوفينج وازاي يبتدي يشتغل كل الحاجات المهمه في العمليه بتاعته. لو ما عملش الحاجات دي صح انت مش هتنجح اصلا في البورد المعادله, مش ما تفكرش اصلا في الموضوع, لان هو مش عايزك جاي له مجدي يعقوب, لان هو عارف ان انت جاي منين يعني. بس هو الفكره كلها هو عايز ان انت عندك الاساسيات اللي تنفع يحط لك عليها. في ناس ما عندهاش الاساسيات ومستحيل يتعلموها فمش هيعرف يتحط عليها. لو انا في الوقت ده بعد السنين دي لو ما عنديش الاساسيات دي عمره ما هيعرف يساعدني, انا خلاص مخي اتقفل يعني. انت بعد 10 سنين واكتر خلاص انت ما بتعرفش تابجريد حاجه, فاتتك حاجه انت بداتها غلط, خلاص الرجعه بتبقى صعبه جدا او ما كانتش تنفع تاني يعني. ما لهاش حل الا ان احنا نبراكتس كتير, والجاون مش غالي والجلوفز مش غاليه. رويال كوليدج في لندن كويسه يعني, عدى عليها تقريبا معظم المصريين يعني. مش قادر اعرف هل هي سهله, انا ما جربتش بصراحه, بس مش عارف هل هي سهله الوصول ليها.
الزوم فصل عن دكتور محمد وهيدخل تاني دلوقتي، لو سمعني بس حد يكتب عشان تمام. في انتظار بس دكتور محمد يدخل تاني ان شاء الله. دقيقة أو دقيقة. لو حد عايز يقول حاجة يعمل ريز هاند ونفتح له المايك. حد حابب يسأل على حاجة يا جماعة؟ دكتورة نورة اتفضلي. دكتور أنا بس عندي سؤال، هي المحاضرة دي هتتسجل؟ صوتك عالي يا دكتورة نورة، زعلي. بصوا يا جماعة، عندك سؤال تاني طيب؟ لا لا خالص، هو بس عايز اسال هي المحاضره تتسجل ولا لا عشان احنا طالعين الاول. طيب انت شغاله فين يا دكتوره نوره؟ لا انا كارنتي مش شغاله في اي عيادة. مش شغاله في مجال البيتس يعني؟ لا شغاله في البيتس. تمام، بس حاليا مش شغاله في عياده يعني. تمام ماشي يا دكتوره نوره، شكرا على سؤالك. طبعا يا جماعه يا ريت بس اللي يتكلم يعرف لنا نفسه يعني. دكتور التسجيل يا جماعه، احنا الفتره الجايه مش كل المحاضرات هتبقى مسجله، عشان بس ردا على سؤال دكتوره نوره، في طبعا معظم المحاضرات مسجله ولكن مش كلها. رجاء بس يعني اللي حابب يبقى مهتم بتوبيك معين او كده يحاول يحضره لايف، لان مش كل المحاضرات هيتاح ليها التسجيل الفتره الجايه. تمام. طيب انا بعتذر مره ثانيه دكتور محمد، ولا يهمك. كونكشن عندي بايظ النهارده، معلش. ولا يهمك ولا يهمك خالص. رجعنا تاني، كنا بنتكلم في سؤال دكتوره عن الرويال كوليدج، فانا شايف انها فرصه حلوه لو جت لاي حد يعرف يخاطب الجامعه الرويال كوليدج اوف فيترينري ساينس في انجلترا، يخاطبها ويحاول يوصل معاها لاي اتفاق. هم طبعا بفلوس، طبعا بالمقابل بنشوف الباكج، بس هو بيختار لك تخصص معين بتحضره الفتره بتاعه الانترن اللي انت رايحها. مثلا دخلت جراحه عظام، دخلت جراحه، بس ما دايما منصحش حد يدخل حاجه وعنده حاجات قبليها مش موجوده. فروح استفيد بكل حاجه، ابتدي بتخدير، ابتدي بجراحات السوفت تيشو يعني، وانت وجودك في اوضه العمليات لوحده اصلا هناك بتتفرج على حاجات كتير جدا، كيفيه اداره اوضه العمليات، ازاي بيشتغلوا في الامرجنسي، بيعملوا ايه، مين كل واحد ماسك رول ايه بيشتغل بيها في الحالات اللي بيحصل فيها مشاكل في التخدير، التكنيشن بتاع التخدير بيتعامل ازاي، بيحط ايه، بيمنع ايه، بيفتح جهاز التخدير ازاي. احنا اتعلمنا ازاي نشتغل على جهاز التخدير مثلا من واحنا بنحضر عمليات في جراحات بني ادمين مثلا، يعني بتفرج عليهم كده بيتعاملوا ازاي بالجهاز، فيوم ما جبت جهاز لقيت نفسي عارف اشتغل بيه، وهكذا يعني. لا اعتقد المحاضرة دي مش هتتسجل. هتتسجل هي بتسجل، بس يعني على بال ما توصل هتاخد وقت يعني. تمام. طيب في اي اسئله تاني عشان ندخل في الحته اللي بعديها على طول؟ اوكي متهيألي مفيش كده. طيب الانستيزيا بلان اللي احنا هنختارها بقى، احنا خلاص يعتبر البارت الاولاني خلص من الموضوع بتاعنا اللي هو ازاي نتجهز وازاي نجهز الحاله ونعمل التفاصيل دي. الانستيزيا مش هنتكلم فيها كتير لان دي برضو موضوع فيها بحر، وممكن يبقى في محاضرات وكورسات وسيشنز كتير قوي عن الانستيزيا والتخدير، بس هنتكلم في الحاجات البراكتيكال اللي بنشتغل بيها اوريدي
هنا في مصر المتاح لينا سواء بقى بالدرجز الموجودة أو بالنظم التخدير نفسها المختلفة اللي احنا بنتعامل بيها ومتاح تطبيقها في الطب البيطري للبيتس. في اللوكال أنستيزيا أو الريجنال بنستخدم اللوكال انفلتريشن كتير جدا، سواء في جراحة بالجنرال أنستيزيا أو في جراحة من غير جنرال أنستيزيا. احنا عندنا الأوبشن بتاع اللوكال أنستيزيا أو اللوكال انفلتريشن لوحده، أو عندنا التوبيكال بلوك إن أنا بستخدم بلوك لنقطة معينة، بعمل بلوك لدرس معين، أو النيرف بلوك إن أنا بحقن جنب نيرف معين عايز أخدر له المنطقة اللي هو بيغذيها، سواء بقى في بريفيرال نيرف أو حاجة سنترال. وبعد كده عندنا السباينال والسب أريكينويد اللي هو الإبيديورال والإبيديورال أنستيزيا اللي هي برضو بنستخدمها، ده بنستخدمه أحيانا كتير جدا خصوصا في الولادة السيزيريان، لأن مش بندي بريميديكيشن كافي قبل العملية، مجرد حاجات بسيطة قوي 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 علشان مش عايزين ندي البريميديكيشن المتوفرة في مصر. برا مصر طبعا فيش الكلام ده، بس يعني هنا في مصر الحاجات المتوفرة في مصر زي ما بتخدر للأم بتخدر لي وبتعمل لي سبريشن للفيتلز بتاعت الفيتسس، فالنتيجة هتبقى معظم العمليات القيصرية اللي بنشوف لها صور في كل العيادات وفي كل حتة هنا في مصر بتلاقيهم الجراوة طالعة ميتة لو اتعملت بالبريميديكيشن اللي هو الزيلازين والحاجات اللي متوفرة هنا. يعني بره مصر لا، في عندهم اوبشنز اكتر شوية، عندنا هنا برضو في شوية اوبشن بس مش برضو مش زي اللي عندهم بره يعني. فبنفضل ندي جنرال انستيزيا حاجة بسيطة معاها ابيديورال علشان الام تبقى ريلاكسد وسموس وسايبة خالص معانا، وفي نفس الوقت الاجنة تطلع صحية تطلع فايقة، نعرف نعمل لها ريكفري وريسسيتيشن بسرعه فما يطولش معانا وما يقعش مننا منهم عدد. وبنحط معاها الابيديورال دي، يا اما والجنرال انستيزيا طبعا اللي هي عن طريق يا اما البروبوفول يا اما الانهيليشن يا اما الميكس، برضو دايما الاندكشن بيبقى بالبروبوفول، هنشوف دلوقتي التفاصيل دي. والكومباينيشن ان احنا بنعمل زي ما قلنا ميكس ما بين كذا حاجه او حاجتين او اكتر من الحاجات دي. اللوكال انفلتريشن ممكن غالبا بنعمله يا اما قبل ما نفتح يا اما بعد ما بنفتح، بعد ما واحنا بنخيط علشان ندي بوست اوبرتيف بين ريليف لحد ما الانالجيسكس تشتغل. وانا بخيط مثلا بعد ما بخيط المسل لاير في اي جراحه بقى سواء بقى ابدومينال او بريفيرال، بنبتدي نحط شويه لوكال انستيك وممكن نحقنهم كمان في العضلات. ده في الكلاب، في القطط بنحاول على قد ما نقدر نتجنب اللوكال أناستيكس لأن هي ليها تأثير رهيب وشديد جدا وعنيف أو على القطط، فقدر المستطاع بنحاول ما نستخدمش انجكتبل اللوكال أناستيكس في القطط، ممكن أخيرنا نستخدمها حاجة توبيكال خفيفة أوي. البريميديكيشن ودي خطوة مهمة جدا ما تقلش أهمية عن الأنستيزيا نفسها، بتشمل زي ما احنا عارفين طبعا الانتيبيوتكس، ممكن ابتدي الانتيبيوتك قبل العمليه على طول، ممكن ابتدي الانتيبيوتك قبل العمليه بثلاث ايام مثلا مينيمم في بعض الحاجات الكبيره شويه للعمليه، مش علشان هو اصلا عنده انفكشن او حاجه معينه مثلا بعالجه بيها، لا ده انا ممكن بجهز للعمليه بغطي بانتيبيوتك قبل وبعد العمليه، او الاقل خالص ان انا وانا داخل العمليه بدي الانتيبيوتك. ومن اشهر الانتيبيوتكس اللي بتستخدم في الفتره دي هي السيفاليكزين اللي هو الكيبوريكس، ده من الحاجات الكويسه اللي ممكن تستخدم للجراحه. وطبعا كل سيستم وكل اورجان وكل اوبريشن نفسها ليها السبيسيفيك سيليكشن المفروض يتم ليها، يعني على حسب السسبكتد مايكرو اورجانيزم وعلى حسب التيشو بينتريشن والساتوريشن بتاع الانتيبيوتك نفسه اللي ممكن يوصل في المنطقة دي. أدوات الجراحة دكتورة مي، الكتاب برضو نفسه بتاع الجراحة The Fossum Small Animal Surgery، الكتاب ده
في برضو اجزاء حلوه جدا عن السيرجيكال تولز والستريلايزيشن والسكرابينج والجاونينج، كل التفاصيل دي برضو هتلاقيها موجوده في الكتاب ده، والكتاب ده من كتاب المراجع اللي هو تقريبا اساس المراجع الجراحيه في شغلنا كله يعني في العالم كله مش في مصر بس. تاني نقطه بعد البري ميديكيشن بالانتيبيوتكس بنستخدم الانالجيسكس. الفنتانيل ده نوادر نلاقيه في مصر وخصوصا المرحلة اللي احنا فيها دي. الميلوكسيكام ده من الحاجات الأساسية جدا للكلاب، بنبتدي قبل العملية، وممكن برضو نستخدم القطط. النالوفين برضو موجود، ده ديريفاتيف من المورفين أوبيويد. جميل. دي للتحكم في البين سواء قبل العمليه او بعد العمليه. اسم الكتاب اسمه Animal Surgery ذا فوسم. هوريكم البريفيس بتاع الكتاب نفسه، وهبقى ادي اللينك لدكتور محمد يحطه لكم على التليجرام. بصوا يا جماعة، الميكس ما بين العربي والإنجليش بيلخبط الكومنت، السؤال بيبقى مش واضح، فأنا بحاول أجمع الكلام بيتنطق، فحاولوا تكتبوا الكلام بالعربي يعني. أنا هكتب هفهم كلمة ده زيبان وهي مكتوبة بالعربي يعني. ايه بديل انا مش عارف اجمع الكلام. ما بعد بروبوفول وما اديتش، عملت عمليه عظم تقريبا واديت دازيبام وبعد بروبوفول. دازيبام ده مصر ريلاكسنت، ما فيهوش اي هايبنوتيك اكشن، والاكشن بتاعه بسيط وبطيء جدا، سوري اقصد سريع جدا بينتهي. فدازيبام لوحده مش كفايه طبعا، والبروبوفول هيخليك تستخدم بروبوفول بكميات كبيره، والدازيبان برضو يعني مش سيف في الرينال. زي لازم كيتامين بريبريشن از جود اف نو انهاليشن انستيك ماشين. لا، زي لازم كيتامين ده أسوأ كومباينيشن مضطرين نستخدمه في مصر. كلمه زي لازم دي انا شفت بره ما حدش يعرفه اصلا، ما يسمعوش عنه يعني. حتى الجنريشن الجديد بتاعه برضو الالفا، عموما الالفا اجونست مش مشهور عندهم قوي يعني، بيحبوا يستخدموا الاسيترومازين وده متوفر هنا في مصر وده بنستخدمه. بيحبوا يستخدموا الميدازولام، الاوبيويدز كلها بقى، الهيدرومورفون. ماشي، حاضر يا دكتور محمد سعد، هنخلي الأسئلة في الآخر بس عشان بس دي أدوية يعني. المسل ريلاكسنس بعد كده بقى بتدخل الزيلازين، الدازيبام، الميدازولام، على حسب المتاح وعلى حسب المتوفر. طبعا حيوان جيرياتريك بتديله زيلازين غالبا بتقلل فرصه في النجاة بشكل كبير جدا. الدازيبام زي ما قلنا بنختاره هو الميدازولام، الميدازولام احسن شويه من الدايزيبام، هما الاثنين برضو زي بعض، بس الفكره كلها اللي هما البنزودايزيبين، بس الميدازولام احدث والسايد افكت اقل، بس اللي موجود بنستخدمه. لما بيبقى موجود دايزيبام غالبا الميدازولام بيبقى مش موجود والعكس. ما بنثبتش، ما فيش حاجه اسمها بروتوكول انستيزيا ثابت، مش بنثبت خالص اي بروتوكول. كل كيس وكل عمليه وكل اوبشن داخله بيبقى محتاج له حاجات معينه فبندخل بيها. بعدين بندي ترانكلايزرز والهيبنوتكس زي الكيتامين والاوكسيمورفون، اللي بيساعد لي ان انا اريح الحاله واعرف اقلل الجنرال انستيزيا بتاعي. انا محتاج ان انا الجنرال انستيزيا يبقى قليل قوي. لو جينا نخدر قطه بجنرال انستيزيا ببروبوفول بس من غير اي بري ميديكيشن، غالبا في المتوسط، انا هقول متوسط وما تاخدوش الكلام بيز، بس في المتوسط القطه دي هتعدي الاربعة سنتي علشان تبتدي تدخل في الايه في اللايت انستيزيا.
او في الانستيزيا بلان يعني عموما او سيرجيكال بلان انستيزيا. والاكشن هيقعد وقت حوالي مش هيتعدى 3 ل 4 دقائق في القطط، في الكلاب اقل شويه. لو مدي بري ميديكيشن كويس هلاقي نفسي ال 4 5 سنتي دولت ما تعدوش سنتي سنتي ونص، مش هيتعدوا. فالفرق الخمس تقريبا فرق كبير، وممكن يحميه للحاله من الكومبليكيشن انستيك كومبليكيشن والديس والابنيا. في سبيشال ميديكيشنز ممكن استخدمها برضو بري ميديكيشن قبل العمليات زي الدايوريتكس والاتروبين مثلا. الاتروبين مش من الثوابت زي ما كان زمان، كان زمان خالص هو لا الثوابت يقول لك اتروبين زي الزنك تامين. حاليا دلوقتي لا، الاتروبين مش من الثوابت. الاتروبين بيتاخد بس في حالات معينه، انا داخل اعمل جراحه مثلا في البكال كافيتي، في الاورال كافيتي اسف، جيت سوفت بلت عمليه في اللارينكس، فانا محتاج اقلل السكريشن بتاع السلايفا فبدي اتروبين، او عندي مشكله براديكارديا محتاج ازود شويه وهكذا يعني. والدايوريتكس لو عندي ضغط عالي، لو عندي اديما، لو عندي حاجه عايزه اتخلص من ميتابولايتس زايده شويه بالتحاليل بتاعتي، لقيت مثلا الصوديوم عالي شويه، البوتاسيوم عالي، فممكن ادي دايوريتكس قبل العمليه بيوم او بيومين اظبط الدنيا شويه علشان اظبط الفيتالز كلها. بعدين الجنرال انستيزيا زي ما قلنا عندنا تو اوبشنز بس بتوعها، البروبوفول والانهاليشن. البروبوفول بيستخدم مينلي في الاندكشن في حال توفر جهاز الانهاليشن، وده يفضل طبعا ويا ريت، والحمد لله الموضوع بقى شبه طبيعي في مصر دلوقتي، تقريبا كل العيادات بقت انهاليشن تقريبا نوادر او يعني ما بقاش فيها. الانهاليشن سوري انا اسف، الاندكشن بيبتدي بالبروبوفول بعد ما بندي البريميديكيشن، وبناخد الاكشن بتاعهم مش ورا بعض على طول، لازم اشوف البريميديكيشن عمل الاكشن كامل والحاله بقت سيديتد كويس، ابتدي ادخل بالاندكشن علشان اخد الخطوات اللي بعد كده. الاندكشن بيساعدني ان انا اعمل بوزيشننج كويس للحاله، اركب اندوتراكيال تيوب، اوصل على الاكسجين لو هوصل اكسجين، او اركب اندوتراكيال تيوب من غير ما اوصل اكسجين، دي اساسيه يعني، سواء هركب اكسجين وانهاليشن او مش هركب لازم يكون في اندوتراكيال تيوب لكلب او قطه للمحافظه على البيتنت اير واي وللانقاذ في حاله الامرجنسي لو حصل ابني او احتياج ان انا ادي فنتيليشن يعني. والمينتنس لو استخدم البروبوفول، يا اما بستخدم البروبوفول او بستخدم الايزوفلوران او الهالوسان او السيفوفلوران اللي هي الانهالنت، بس السيفوفلوران غالي عشان كده ما كتبتوش، لكن دولت المتوفرين، والايزو اشهر واحد واحسن واحد في السعر الموجود. السيفوفلوران احسن من الايزو بس سعره حوالي اضعاف كتير يعني، فبنحاول نفكر ما متهيألي ما فيش حد استخدمه في مصر يعني. طيب فيبقى in general كده التخدير، احنا بندي الفكرة المبسطة عنه بس مش كل حاجة. التخدير دايما بيبقى مرتبط بالحالة وبالعملية وبالوقت المتوقع للعملية وبالمتاح ليا، الحاجات اللي انا اقدر اوفرها او اللي موجودة عندي. علشان نقرأ الكتاب أنا هجيبه لكم دلوقتي، كتاب ده فوسم، ده كتاب جراحي وتهيئة للدكتور إنه يبقى جراح، وفي نفس الوقت عند كل سيستم بيتكلم عنه، respiratory system، digestive system، orthopedic، neurology، كل جزء بيتكلم في أوله عن التخدير والأدوية والأنتيبيوتكس والبريميديكيشن المسؤولة عن العمليات بتاعة المنطقة اللي احنا داخلين نتعامل فيها. فده مرجع كافي وشافي للجراحة عموما بما فيها التخدير،
الكتاب هحاول احط لكم كذا اديشن منه عند الدكتور محمد نبيل ومحمد دكتور محمد اشرف، يحطه لكم على الجروب بتاع التليجرام. احنا عندنا الاصدار الثالث والرابع والخامس، ما بيفرقوش كتير عن بعض. الثالث اول واحد في ايدينا ويعتبر مفصل شويه، الرابع والخامس بناخد منهم الابديتس والحاجات الجديده اللي اتعملت. استنى اقول لكم الكتاب بس عشان اعرضه لكم. اهو فوسم ثيرد اديشن. ونجيب الصفحة الرئيسية بتاعكم اهو. واضح كده الكتاب؟ واضح يا دكتورة. تمام حاول. Small Animal Surgery. تمام. Small Animal Surgery. تريزا ويلش فوسم. الكتاب اتسمى واتشهر على اسمها هي. اللي هي المراجعة النهائية بتاعت الكتاب والمجمعة الكتاب. الكتاب من المراجع العالمية، الدنيا كلها تعرفه، فيش دكتور في قابلته في الدنيا ولا كلمته في أي حتة إلا ما عارف الكتاب ده، والكتاب ده هو ده الأساس اللي بيستخدمه في الجراحة بتاعته. لو بصينا هنا على الكونتينتس بتاعته هنتلاقي أول جزء خالص الجنرال سيرجيكال برينسبلز، حوالي 14 شابتر. كل دي لسه ما دخلش في عمليات اللي احنا عاملين بنتكلم فيه علشان يهيئك كجراح. Principles of surgical asepsis والsterilization and disinfection, surgical facilities, care and maintenance, pre-operative and intra-operative care of surgical patient والpreparation للoperative site والpreparation للsurgical team, الinstruments, surgical instruments اللي كنا بنسأل عليها, scalpels, scissors، وهيكلمني عن أشهر حاجات ليها دي، انواع المقصات مثلا، وفي الدياجرام هيشرحهم لنا. دي النيدل هولدرز وهكذا، هيكلمني عن الريتراكتورز والمسكات المناسبه والصح، هولدنج التيشو فورسيبس ازاي، بنسل جريب بتعمل ايه، الجوز واشكال الادوات نفسها، الهيموستاتيك فورسيبس مثلا، الريتراكتورز، السيلف ريتينينج ريتراكتورز نفس الكلام، السكشن تيبس بتاعت الشفاط. بعدين هنا في البيوماتيريال سوتشرينج والهيموستازيس، بيتكلم عن الخياطات والهيموستازيس، والسيرجيكال انفكشن والانتيبيوتيك سيلكشن والبوست اوبراتيف كير اوف ذا سيرجيكال بيشنت والفاندامنتالز اوف الفيزيكال ريهابيليتيشن والبري اوبراتيف مالتي مودال انالجيسيك ثيرابي، ازاي يبتدي برضو ينوع في الانالجيسيك ثيرابي، والمينيمال انفيزيف سيرجري. كل ده principles بتاعت السيرجري في الجزء اللي هو الايه الجنرال. بعد كده يبتدي يدخل في السوفت تيشو والاورثوبيدكس والنيوروسيرجري. السوفت تيشو هيبتدي يقسمها على الاورجن برضو 30 من 15 ل 30 يعني حوالي 16 شابتر. الانتيجومنتري سيستم والاي والاير والابدومينال كافيتي، دايجستيف سيستم، ليفر وهكذا. وبعدين الأورثوبيدكس هيتكلم عن الفاندامنتالز بتاعته. ده أنا بعتبره كتاب منفصل بقى من أول هنا، ده كتاب منفصل. أنت المفروض الدكتور يشتغل 5-6 سنين في الجزء الأمامي خالص، أول 30 شابتر، وبعد 5-6 سنين يبتدي يشوف الكتاب التاني ده، يكون بقى عنده إكسبرينس حلوة في النص اللي فوق علشان يبتدي يعرف يكمل في ده، لأن ده من غير اللي فوق زيرو، فشل تام. الفاندامنتالز بتاعت الأورثوبيديك سيرجري، ودي من أهم من العملية نفسها، إن أنا لازم أفهم موضوع التفاصيل بتاعت العظام. وبعد كده المانجمنت أوف سبيسيفيك فراكشرز والديزيز أوف جوينتس، وبعد كده المسل والتندون إنجري، وبعد كده أذر ديزيز، وآخر جزء خالص النيوروسيرج. الكتاب مش طبيعي في الموضوع، والكتاب أنا مش عارف من غيره كنا هنبقى عاملين إزاي. بس لو خدنا مثلا جزء وليكن الإير، هنلاقي اول جزء بيتكلم فيه هنا اهي general principles and techniques بتاعت surgery of the ear، definition preoperative concern. ما ينفعش تسيبوا كلمه ما تقروهاش في موضوع انتوا داخلين تدوروا على حاجه معينه فيه.
بعد كده هيتكلم هنا عن الليست partial list of drugs and solutions that may be used to flush the ear اللي عندهم ruptured tympanic membrane زي كذا سيبرو مش عارف ايه وهكذا. وبعد كده هنلاقي مثلا في الجدول الثاني selected anesthetic protocol for ear surgery لسه كنا بنتكلم عليه. كان في دكتور بيسالني دلوقتي ايه اللي ممكن نجيبه, فقال لك في الدوجز البري ميديكيشن هندي اتروبين من كذا لكذا او جلايكوبوريليت من كذا لكذا مع هيدرومورفون. ده البري ميديكيشن. احنا ما عندناش هيدرومورفون يبقى البروتوكول كله ما ينفعش يتغير, يعني ما ينفعش يتعامل, فلازم اغيره شويه, فممكن اشوف حاجه تانية مناسبه. الاندكشن على الجلايكوبوريليت ده بديل الاتروبين والاحدث منه والمفروض ان هو الاحسن يعني. بعد كده المينتنس قلنا ايزو وسيفو. الاندكشن عمل سايوبنتال او بروبوفول. في الكاتس قال لك البري ميديكيشن بيبقى كذا, وهتلاقي بقى في كل عمليه كده. والمينتنس نفس الكلام. بعد كده الانتي بايوتكس اللي احنا بنستخدمها لو عندي بكتيريال ايزوليت سيدومونس يبقى ندي ايه لو استاف, وان كنت انت عامل سبيسيفيك كلتشر وسنسيتيفيتي اكيد هيبقى احسن. والسيرجيكال اناتومي ويفهمني الاول السيرجيكال اناتومي علشان ما افتحش كتاب اناتومي لوحده, بس انا بفتح لان انا هبقى محتاج ان انا اكتر عن, لان هو مش برضو مش هيبقى مش مرجع اناتومي قد ما هو جراحي بس, ف احب اشوف الموضوع من كذا وجهه نظر وهكذا يعني. ماشي, مش عايزين نكتر في الموضوع. هنحط اللينكات الثيرد والفورث والفيفث ان شاء الله على التليجرام مع الدكتور محمد نبيل وهم يبعتوه لكم. وسادس وخامس قصدي, انا اسف, ثلاثة واربعة وخمسة, معرفش السادس هينزل امتى. ايوه الاندوتراكيال انتيوبيشن ده اسينشال في اي حاجه, لو ما عنديش انهيليشن, لو ما عنديش فنتليتور, بيحافظ على البيتنت اير واي. الاير واي بيفضل مفتوح. الحيوان لما بيحصل له ريلاكسيشن بالذات البراكيسفاليك بريد, بعض القطط بيحصل لها لارينجيو سبازم تتخنق لو مش حاطط اندوتراكيال تيوب. هنتعلمها ان شاء الله في السيشن اللي جاي الاسبوع الجاي ان شاء الله. هنتكلم في موضوع الاندوتراكيال تيوب لان انا عارف ان في دكاتره كتير جدا حتى من الاوريدي اللي شغالين بقالهم سنين ما بيستخدموهاش, ما بيعرفوش يستخدموها. ما اعرفش كتاب اناتومي كويس والله, بس كلهم كويسين يعني. اناتومي ما فيهاش ديتيلز يعني. دايما بصوا انا بعمل برضو حاجه جميله جدا, برضو جوجل موفر علينا الموضوع يعني. انا كنت مثلا بدور من يومين على حاله تخص الجزء الخلفي العضلات المنطقة بتاعت البرينيم, فحوريك الصورة اللي جبتها من النت جوجل, عملت سيرش على الجزء اللي أنا عايزه فجابها هي مثلا كده. مش فاكر يعني واحدة اهي دي مثلا, دي اهي صورة من النت وريتني التفاصيل دي, خلاص استفدت بيها. كنت منشوف حاجة اسمها هنا البلفيك ديافرام, الجزء ده اللي هو الحيطة الخلفية للمنطقة دي عن الابدومينال كافيتي اللي بتمنع الكونتنت انها تطلع. بتبتدي من الجزء الابيض ده مثلا العضلة العظم بتاع الاسكين اللي هو الاشياتيك تيوبروستي, وبعد كده فوقيها على طول العضله دي الاوبتيوريتور انترنال اوبتيوريتور, وبعد كده هنا الانال سفنكتر, وبعد كده هنا الليفيتور اناي, وحواليها الكوكسيجياس ماسل. خلاص رجعت الاناتومي الجزء اللي انا عايزه. البرينيال هيرنيا بتحصل في المنطقه دي فكنا بنتشيك عليها يعني. وهنا دي الريتراكتور بينس ماسل والسكروتم, وبعد كده هنا الجلوتال جروب ماسلز. خلاص يعني ف مش محتاج كتاب بصراحة متهيأ لي أنا, بس أنا شايف برضو إن اللي محتاج كتاب أي كتاب كافي أوي. الشريط التعقيم ده sterilization tape بيتعقم
لما بيتعرض لدرجة الحرارة بتاعت التعقيم للوقت بتاع التعقيم، الانديكيتور بيبقى ألوان بتتغير للون الأسود، سواء الانديكيتور ده بادئ أخضر وبقى أسود أو بادئ بني وبقى أسود. اسمه في القصر العيني تيب تعقيم، بنقول له أنا عايز تيب تعقيم، هم مسمينه كده. فموجود في كل حتة في القصر العيني، كل المحلات بيجي بالبكرة كده، ولو دخلت الاوتوكلاف ودرجة الحرارة وصلت وطلعت ولقيت اللون ما اتغيرش للأسود أو اتغير درجة خفيفة، بتبقى أنت عارف إن أنت ما خدتش الوقت الكافي أو درجة الحرارة ما كانتش كافية، فبتعيد تعقيم الحاجة لازم طبعا يعني. جميل. أنا كده خلصت البارت 1. إن شاء الله المرة الجاية الديوتيز والتكنيكس اللي هي البيزكس برضو اللي لازم نعملها وإحنا بنتعلم جراحة، لازم نكون على علم وعلى دراية بيها. النهاردة خدنا البرينسبلز اللي هي ما ينفعش نفكر أصلا في جراحة من غير ما يكون متقنين الجزء ده. لو السيشن دي متسجلة هتنفعكم كتير جدا للمراجعة إن شاء الله بعدين. اللي جاية أحلى وكتير قوي بإذن الله يعني، أعرف كل الناس اللي جاية فيها الخطوات بقى، الحاجات إزاي نركب الأسطرة، إزاي نركب الكانيولا، إزاي نركب الاندوتراكيال تيوب، إزاي نركب أنبوبة التغذية في الحالات اللي ما بينفعش الحيوان يأكل قبل وبعد العملية، اللي اسمها أسوفاجستمي تيوب بليسمنت، وهكذا. الكتب الجراحة دكتورة رباب، دكتور محمد نبيل والدكتور محمد أشرف هيحطوها لكم على جروب التليجرام، هنبعتها لكم على التليجرام يا جماعة ما تقلقوش. وإن شاء الله بإذن الله أي حاجة الدكتور محمد هيبعتها لي هبعتها لكم على جروب التليجرام. وفي كمان في تشانل على التليجرام عاملها واحد زميلنا اسمه دكتور اللي هو الدكتور أحمد شعراوي برضو دفعتنا، اسمها في الداوي اكاديمي بيتس على التليجرام. اعملوا سيرش عليها هتلاقوا كل الكتب اللي انتم محتاجينها في البيتس هتلاقوها موجوده على التليجرام. تمام. بالنسبه المحاضره الجايه ان شاء الله يوم الخميس الجاي دكتوره منى، جهاز التخدير انواع كتير واشكال كتير وتفاصيله مختلفه، بس يعني المتوسط لو جبنا جهاز ايزوفلوران اوبن سيركت هيبقى في حدود 10,000 15,000، لو كلوزد سيركت ممكن يبقى حوالي 30,000 اكتر او اقل، حاجات بسيطه يعني. بقى لو شغال بكانستر ايزوفلوران، بس لو ايزوفلوران ومعاه حاجه تانية اضافيه، الكلام ده كله. الجهاز ده بيبقى جاي، الرقم ده بيبقى شامل بقى الجهاز بالستاند بتكلفه انبوبه الاكسجين والحاجات دي كلها يعني، التفاصيل والمستويات بتاعته كلها يعني في الرينج ده. عايز تتخصص براحه عظام، بص يعني ما حدش عارف هو عايز ايه يعني، اقصد يعني احنا مش عارفين احنا هنبقى فين بعد كده، فلازم اجرب الاول. ده اللي بيحصل حتى في الطب البشري، الدكتور بيبقى جنرال براكتيشنر وبيبتدي يجرب، وبعد كده الامتياز بتاعه والنيابه بعد كده هي اللي بتوديه، وممكن يغير تخصص لو حس ان هو مش شايف نفسه في الجزء الفلاني. دي نقطه. تاني نقطه زي ما قلنا، علشان اتخصص في جزء لازم اكون شفت الباقي، دي حاجة. بالنسبة بقى بالذات للعظام، علشان هي complicated شوية، وانا دايما اشجع الولاد عن البنات فيها بصراحة، مش علشان اي تعصب ولا عنصرية ولا اي حاجة خالص، ولكن جراحة العظام مجهود بدني وعضلي رخم شوية بصراحة يعني، مشابه شوية لجراحة اللارج انيمال. حتى لو انا شغال في قطة العظم صعب، محتاج مني مجهود العضلي بتاعي شويه، لان شغالين على طول بباور تولز شنيور ودريل وحاجات، وبتتفك مسامير وحاجات تبقى فيها قوه شويه. في دكاتره بره شفناهم مش بنات يعني، ومعاهم اسيستنت وبيساعدوا، وهي برضو بميت راجل طبعا يعني، بس في حاجات التالنت البناتي بتبقى انجح فيها زي العيون مثلا، وفي حاجات لا يعني، بس في نماذج ناجحه جدا برضه يعني. علشان اخد بقى الخطوه دي لازم اكون انا مش بصلح، مش داخل، مش قدامي خشبه مكسوره وهصلحها. انا علشان اوصل للخشبه المكسوره دي اللي هي العظمه، انا محتاج اعمل سوفت تيشو ديليكت ابروتش،
مش مجرد بفتح في بطن على فكره، يعني انت بتفتح الابدومينال كافيتي، ان انت بتفتح سنترال ميد لاين انسيجن وبعد كده بتفتح في اللينيا قلبة بقيت في الابدومينال كافيتي. لكن علشان تدخل على العظمه زي الهيومرس انت محتاج تعمل ديليكت ايدنتيفيكيشن لحوالي 6 أو 9 عضلات لو انت شغال لاترال، لان الجزء الخارجي للايد لاترال، ومحتاج تعمل ايدنتيفيكيشن لريديال نيرف والنر نيرف، ولو داخل ميديال للنيرفات الميديال الميديان والميديال نيرف، محتاج تشتغل في وسط اعضاء ستراكشرز. لو عضله معينه اكستنسور مثلا ولا حاجه بوظتها، الحيوان مش هيعمل اكستنشن للعضله الفلانيه اللي هتاثر على الصباع الفلاني. ولو وفي حاجات بنعمل لها استئصال، ممكن علشان ابروتش عظمه معينه لازم اقص عضله، العضله دي ممكن في عضلات سهل نقصها، في عضلات ممنوع نقصها تماما. فلو انا مش عندي التالنت السيرجيكال اصلا اللي اكتسبتها من جراحات السوفت تيشو، اللي انا شايف ان السوفت تيشو اصعب كتير على فكره، مش قصدي الابروتش، السوفت تيشو اصعب كتير جدا من العظم. العظم انت لو عملت ابروتش كويس قدامك عظمه مكسوره، لو عندك طرق التصليح والادوات المظبوطه هتنجح وتبقى دكتور ناجح. لكن في السوفت تيشو لا، في قصص، والانكولوجي وجراحات القلب وجراحات الليفر، الموضوع كبير جدا وناقصين عندنا في مصر. الحمد لله دلوقتي بقينا مجموعه كويسه في الاورثوبيديك، بس ما عندناش كاردياك سيرجنز كويس، ما عندناش ليفر كويس، حد ديديكيتد ومتخصص قوي، ما عندناش اونكولوجيست. بنشتغل اونكولوجي، بنشتغل ثيرابيوتكس بالكيموثيرابي والجراحه والكلام ده كله، بس ما عندناش المتخصص زي الدكتور خالد علي في العيون مثلا وهكذا. فلازم تتقن الاول الاساس، اللي احنا اصلا في مصر مهما عملنا، انا دلوقتي ريكوجنايزد نيوروسيرجن وأورثوبيديك، بس طول النهارده يجي لي حالات برضو جنرال. فاحنا مهما عملنا احنا غصب عننا مش سبيشالست في مصر، مش هيبقى عندنا التخصصات الكامله دي في الفتره الحاليه، هتشتغل كل حاجه برضو. لو انت قلت انا عظام بس ودخل لك حالات تانية سوفت وانت ما عملتهاش، في الاساس هيجي لك كل السوفت، العظام بعد كده هي يعني حاجات مكمله بسيطه. هي فعلا محاضرة جميلة وقيمة جدا، ويعني الناس اللي بعاد عن المجال حتى بيبدأوا يعرفوا ازاي نبدأ. يعني اللي عايز يشتغل في الجراحة او اللي بدأ يشتغل في البيتس وعايز يبدأ في الجراحة، ده هيعرف ازاي يبدأ ومنين الطريق ان هو يبدأ يشتغل في الجراحة، الحاجات البري اوبريشنز والحاجات دي. واحنا فعلا في انتظار المحاضرة التانية. انا شايف ان احنا خلاص يعني نقفل على كده النهاردة، عشان برضو الناس بدأت تخرج، ويعني لو حاجة ساعات سؤالين حلوين كده بس نقولهم كده. ماشي، خد السؤالين ويبقى كفاية على كده النهاردة، عشان برضو انت بقى لك 3 ساعات. يعني انا عارف ان الاونلاين مرهق جدا وبيبقى متعب على اللي بيتكلم. يعني بس احنا بنشتغل كتير، احنا من ساعه الازمه شغالين كتير، واحنا ان شاء الله موضوع الانهيليشن دكتوره فلاور احمد، عاوزين جهاز الانهيليشن ده المفروض هيبقى مش تخصص الجراحه، المفروض هيبقى في حاجه تخص الانستيزيا، ولو اتعملنا حاجه قريب عن الانستيزيا هنتكلم عن جهاز الانهيليشن وهصوره لكم كمان. ممكن نعمل اللايف اصلا وانا في العياده واصور لكم الجهاز ونشغله. يعني ممكن اسم الأكاديمية اللي عليها كتب، الإعلان الدكتور محمد نبيل نزله كان عليه كل الداتا، الواتساب والتليجرام بتاعت الجمعية. شكرا دكتورة أسماء. جزء ان انت ممكن تستعملي فرن البيت، فرن عادي، يعني الفكرة فرن البيت او فرن الطبي، احنا عايزين درجة حرارة 200 لمدة ساعة بس، وفي الحاجات اللي هي الميتاليك الميتال اوبجكتس كلها. الناس بتستعلم حالة الضغط فعلا امان، ما اعرفش الموضوع ده، مش هنصح بيه طبعا. الاوبن والكلوزد سيركت برضو هنبقى نتكلم في الموضوع ده بخصوص التخدير. بس كده يا جماعه، اشكركم والله، وانا كنت مبسوط
وعد ان شاء الله المره الجايه تبقى احسن بكتير باذن الله. هظبط الكونكشن عشان برضو النهارده الناس وقعت مننا كذا مره بسبب الكونكشن لما قطع. لا بس والله المره دي كانت رائعه جدا يا دكتور محمد. ويعني انا يمكن عشان برضو سمعتك النهارده في وانا بعيد قوي عن المجال بتاع الجراحه والكلام ده، فيعني يمكن بالنسبه لي المعلومات كانت مبسطه وكويسه، بحيث ان الواحد يعرف ازاي يبدا. يعني لو واحد فكر مثلا في الطب البيطري بالذات، بتلاقي ناس كتير قوي عايزه تعمل كارير شيفت، يجي مثلا شغال في مجال وشغال في الدعايه مثلا او كده، يجي بعد فتره يقولك لا انا خلاص انا تعبت عايز اعمل كارير شيفت، طب ابدا ازاي؟ فدي كانت الاساسيات. وانت شفت في الكتاب فعلا عاملينها في 14 شابتر، يعني النهارده احنا اختصرناها في 3 ساعات، ففعلا محاضره قيمه جدا جدا، بشكرك عليها شكرا جزيلا. ويعني استفاده يتهيألي اعتقد الزملاء كلهم استفادوا النهارده حبيبي، وان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه هيبقى فيها استفاده كبيره برضو زي النهارده كده ان شاء الله. ان شاء الله شكرا يا دكتور محمد، وفعلا محاضره قيمه جدا جدا جدا. وزميلي الدكتور محمد اشرف برضو هيسلم على حضرتك حبيبي. دكتور صواف حبيبي، دكتور محمد شكينا دكتورة على المحاضرة الرائعة دي. حبيبي ربنا يخليك، اسلوبك جميل وسلس في ايصال المعلومة، ودي حاجة حلوة بصراحة جدا جدا. يعني احنا بقى سعادة. اتفضل. لا قول انا معاك. لا ببقى سعيد لما بلاقي حد شاطر علميا وعنده موهبة توصيل المعلومة. يعني حبيبي عشان انا حاسس ان انا في بيتنا، بس والله انا قاعد في بيتنا فعلا، بس انا حاسس ان انا في وسط ناس حبايبي يعني كلهم. ربنا يبارك لك ما شاء الله عليهم يعني. حبيبي ربنا يبارك لك فعلا، يعني ما شاء الله ربنا يزيدك، ودي من الحاجات اللي ربنا يكملك بيها دايما. انا حاطط لكم على الشات دلوقتي، وهحط لكم برده على جروبات الواتساب والتليجرام بوست عشان تحطوا ريفيوز بتاعتكم عليه، ودكتور محمد صوف اكيد هيتابع الريفيوز بتاعتكم، ونتمنى تحطوها، وان شاء الله المحاضره الجايه تبقى برضو جميله كالعاده من دكتور محمد. صوت واضح يا دكتور محمد؟ تمام. وان شاء الله المحاضره الجايه تبقى جميله، وهنبعت لكم الحاجه اللي بعتها لنا دكتور محمد برضو ان شاء الله. اه المحاضره الجايه ان شاء الله تبقى غالبا الخميس الجاي، عشان الزملاء اللي بيسالوا في الشات. ان شاء الله الخميس الجاي لو في اي تعديل برضو هنبلغ حضراتكم بيها. اللي بيسال على ريكورد يا جماعه بليز، يعني الفتره الجايه ما تعتمدوش على ريكورد قوي، لان فعلا مش كل المحاضرات هتبقى ريكوردد. احنا عايزين نشجع الناس تحضر لايف اولا، ثانيا نظام الريكورد هيبقى مختلف شويه، هنعلن عنه معاكم الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. فيا ريت تتابعوا معانا لايف افضل عشان تستفادوا من محاضراتي. شكرا ليك يا دكتور نبيل، شكرا يا دكتور صواف، شكرا يا دكتور محمد. معاكم دكتور محمد اشرف، كل سنه طيبين، ونشوفكم بكره ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام. مع السلامة.